خير. أخبار تتويبا فترات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير على كل الناس. عايزين نرصد مع حضراتكم كده المشروعات والتطوير اللي حصل في القطاعات المختلفة بعد 30 يونيو. لما نيجي نتكلم عن كل قطاع لازم نتكلم عن قطاع كان شبه متوقف. القطاع ده هو قطاع البترول. كفاية أن أقول لحضراتكم أن عدد الاتفاقيات البترولية من 2010 ولغاية أكتوبر 2013 كان عددها صفر. أما بقى من بعد 2014 تم توقيع حوالي 130 اتفاقية بترولية مع أكبر شركات في العالم للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، وكان نتاج الاتفاقيات دي هو تحقيق احتياطي كبير من البترول وظهور اكتشافات جديدة. مش بس كده، احنا قدرنا بالفعل نحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي اللي قفز وبشكل كبير جدا بعد تنمية عدد من الحقول، كان الأهم فيها طبعا حقل ظهر. من هنا احنا قدرنا نتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال، وتحديدا نقدر نقول ان التاريخ كان نهاية سبتمبر 2018. طبعا مع زيادة الانتاج بقى عندنا فرصة كبيرة اننا نعظم صادراتنا من الغاز، ونقدر نعمل اتفاقيات مع عدد كبير من الدول بما فيها الاتحاد الأوروبي. ده غير كمان ان الانتاج الكبير سواء من الغاز او المواد البترولية التانية زي البنزين او السولار ساعد ان احنا نأمن كل احتياجاتنا من المواد البترولية في وقت كان العالم كله بيعاني فيه من أزمة الطاقة. ما ننساش أبداً اللي حصل في قطاع البترول، وما نقدرش ننكر إن اللي حصل ده كان حاجة مهمة جداً، قدرت إنها تحط مصر على خريطة الطاقة العالمية، وده اللي طبعاً انعكسوا بكل تأكيد على إن مصر تأسس وتكون هي دولة المقر لمنتدى غاز المتوسط، وتكون رقم كبير في معادلة إنتاج الغاز في المنطقة. وعلشان كده نقدر نقول إن بعد ما كان المستثمرين بيحجموا عن الاستثمار في مصر، نقدر نقول إن مصر أصبحت بلد جاذبة وبشدة للاستثمار وللاتفاقات المختلفة الخاصة بالبترول. هنتكلم على مدار الحلقة في عدد الاتفاقات اللي حصلت، عدد الاكتشافات اللي حصلت، وكمان الشراكات الجديدة اللي حصلت. مش هننسى أبداً نقول إن مصر بقت أكبر ثالث منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا بعد ما حققت الاكتفاء الذاتي. هنتكلم كتير النهاردة على مدار الحلقة في قطاع البترول. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. واتفرج على البلد دي على كل شبرات، احفظ ملامحها تحلى التفاصيل، شوف شوارعها لديمة ولا أجمل في المسيمة، كم بحر بيجري فيها ونميت دي بلدي. ده جمال لو يتقال فيه غنوة تطلع ميت صورة وميت كلمة، فيها كل الاختلافات حلوة، فيها حاجة غريبة غير المألوف، تتمشى تشوفها بعين تانية، هتسافر دنيا غير الدنيا، ودي تاخدك انسانية وثانية وتقولك
الاول شكلها تاخدك من الاول وتديك تخطف وتشدك وانت معايا ده احنا لسه بنبتدي اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا هاله الحملاوي ونروح معاها نتعرف على اخبار الطقس والمرور في القاهره والمحافظات. صباح الفل عليك يا هاله. صباح الفل يا بنا. احنا النهارده كان في بينا نقطه جدليه الصبح ان انا شايفه الجو حر جدا جدا, انت شايفه انه معقول؟ يعني احنا واحنا جايين انت تقولي درجه الحراره 37, يعني هو اعلى درجه حراره النهارده حسب هيئه الارصاد الجويه المعتمده 33 في القاهره, فانا ما اعرفش انت جبتي منين 37. انا حرانه قوي, ما اعرفش, احنا محتاجين نشوف حل للموضوع ده. على العموم خلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي الاول جوله مروريه, بعد كده هنبص طبعا على طقس. دلوقتي الناس بدات تنزل وهنبدا من محافظه القاهره, الكثافات بتبدا تزيد مع دخول ساعات الذروه الصباحيه. لو بدانا من الكورنيش هنلاقي كثافات مروريه متقطعه من المظلات باتجاه منطقه وسط البلد, اما الكورنيش المتجه الى المؤسسه في هناك سيوله مروريه. كوبري اكتوبر المتجه للعباسيه هنلاقي هناك كثافات مروريه متقطعه لغايه غمره. اللي مكمل في اتجاه العباسيه هيلاقي كثافات بسيطه بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. في كمان كثافات اخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري اكتوبر بسبب زياده احمال السيارات. كذلك الامر للمتجه من ميدان التحرير لمدينه نصر ومحور النصر وصولا للمنصه. ظهرت كثافات متحركه في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. لو تابعنا شارع صلاح سالم كده هنلاقي ان في هناك برضو بعض الكثافات بالتزامن مع نزول الموظفين, وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مروريه نسبيه في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضه, هناك برضو في بعض الكثافات. بالنسبه لنفق الازهر في هناك انتظام للحركه وسط سيوله مروريه في الاتجاهين. تظهر بعض الكثافات المروريه اعلى الدائري بمنطقه السلام وداخل النفق للقادم من الاقاليم للقاهره عبر الطريق الزراعي. نفس الامر للمتجه من المنيب وفي طريقه للاوتوستراد والتجمع, في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزه. كذلك الامر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. نروح بقى لمحافظة الجيزة. شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين, وكمان بتظهر بعض الكثافات الأخرى في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة ومبان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي هناك بعض الكثافات المرورية اللي بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. اللي جاي من الدائري للمنيب متجه لميدان لبنان أو المهندسين يفضل أنه ياخد محور الفريق كمال عامر بسبب السيوله المروريه اللي خلقها المحور. لو رحنا لشارع فيصل يشهد برضو بعض الكثافات المروريه في الوقت الحالي بدءا من محطه المريوطيه والحد الطلبيه. اما محور 26 يوليو في هناك سيوله مروريه للقادم من اكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. اما الاتجاه الاخر المتجه الى اكتوبر في سيوله مروريه وده ايضا بعد الانتهاء من التوسعات. القادم من اكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه اجباري ناحيه نفق حازم حسن ومنه المحور 26 يوليو او محور رود الفرج. بيشهد طريق الدائري كثافات متحركه بنزله شارع البحر الاعظم وصولا لمنطقه الدقي وحتى ميدان الجلاء. بعض الكثافات ايضا اعلى الدائري المريوطيه للمتجه من الصحراوي وحتى مناطق الجيزه, طريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الاهرام وصولا الى ميدان الرمايه.
تعالوا بقى دلوقتي نروح لمحافظة القليوبية القادم من الزراعي. بتظهر بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد. يشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة طبعا بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. كما انتظمت أيضا حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريق الميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري قهب يشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. أيضا انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. القادم من طريق شبرا بنها ومتجه إلى مدينة نصر ومصر الجديدة بيسلك محور العصار هيختصر لي وقت طويل، أما الطريق الدائري بشكل عام كويس ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بيكون فيها بعض الكثافات البسيطة. تعالوا بقى نكمل جولتنا المرورية ونروح لبورسعيد، هناك هنلاقي سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات كده زي نتيجة يعني نتيجة الوقت دوت ساعات الظهر الصباحية، زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة تبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. نروح لطريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، من طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. خلصت نشرتنا المرورية، تعالوا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، في نشاط للرياح محدود مع وجود فرص أمطار خفيفة هتكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44، وأقل درجة حرارة في مطروح وهي 24 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية.
اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي كعادتنا بالاخبار اللي معانا، وبدايتها مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي استقبل بالامس الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا في مستهل زيارته لمصر اللي بتمتد لثلاث ايام، وتم عقد جلسه مباحثات موسعه ومؤتمر صحفي مشترك. اكد فيه سياده الرئيس على تطوير التعاون في المجالات الاقتصاديه والاستثماريه والتجاريه مع موريتانيا. ايضا امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجرى اجتماع لبحث مقترحات دعم وتحفيز بيئه رياده الاعمال وانشاء منصه الكترونيه لتاسيس الشركات الناشئه، وكمان شهد توقيع عقد انشاء 6 مخازن استراتيجيه للادويه والمستلزمات الطبيه. تفاصيل وتفاصيل اكتر هنتابعها في التقرير اللي جاي. الأحداث اللي تصدرت الاهتمامات امبارح أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا في مستهل زيارته لمصر اللي بتمتد لثلاث أيام، ثم اصطحب الرئيس السيسي نظيره الموريتاني إلى قصر الاتحادية، وتم عقد مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، وثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصة فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الموريتاني مؤتمر صحفي مشترك، أكد فيه سيادة الرئيس أنه اتفق مع الرئيس الموريتاني على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلاً عن سرعة الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المصرية الموريتانية خلال العام الجاري، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لبحث مقترحات دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال وإيجاد إطار تنظيمي محدد للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، مع أهمية أن تكون هناك منصة إلكترونية لتأسيس الشركات الناشئة تعمل بكفاءة عالية وتدريب وتأهيل المتعاملين مع راغبي تأسيس الشركات الناشئة على أعلى مستوى. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة التسليح للقوات المسلحة نيابة عن شركة المخازن الاستراتيجية وتحالف أوراسكوم وايدز تحت إشراف مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وتم بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين مصر والسعودية في ملف الصناعة. وأكد رئيس الوزراء أن مصر سوق كبير للغاية، وهي في الوقت نفسه بوابة لقارة إفريقيا. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي أهم مستجدات الموقف الحالي للأعمال والمشروعات الاستراتيجية والاستثمارية الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة مشروع تطوير ميناء السخنة وتطوير منطقة شرق بورسعيد، بالإضافة لرفع كفاءة رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد وعدد من المشروعات التنموية الأخرى. وبالنسبة لأخبار المحافظات، تم تشغيل الموقع الإلكتروني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء. أما في بورسعيد في المنيا كمان تم الإعلان عن توريد 394,000 طن من محصول القمح. وامبارح كمان في المحافظات حياة كريمة نظمت قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة في مطروح. أما في القليوبية تم إطلاق فعاليات مشروع تنمية الأسرة المصرية. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في بورسعيد تم تشغيل الموقع الإلكتروني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، واللي بيحتوي على كافة البيانات والآليات اللازمة للتقدم للمبادرة من خلال مشروعات محققة لأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
في بني سويف شهد مقر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة احتفالية يوم البيئة العالمي تحت عنوان دحر التلوث البلاستيكي، وتم استعراض المبادرات الخاصة بالتوعية للحفاظ على البيئة وأهمية مشروعات إعادة التدوير. في المينيا تم الإعلان عن توريد 394 ألف طن من محصول القمح حتى الآن من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف بنسبة 107.9%. في الإسكندرية أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إن نسبة إشغال شواطئ القطاع الشرقي بلغت 25% وفي شاطئ ميامي العام 75%، بينما حقق جليم العام 50%، أما شواطئ القطاع الغربي والعجمي كانت نسبة الإشغال حوالي 25%. في مطروح تم تنظيم قوافل تعليمية مجانية لطلاب شهادة الثانوية العامة من خلال مؤسسة حياة كريمة، وده في إطار التيسير على الطلاب وتخفيف الأعباء عنهم. في أسوان تم تنظيم قوافل طبية وعلاجية استهدفت الأسر الأكثر احتياجاً في المناطق النائية، وده ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، وتم إجراء الكشف الطبي والعلاجي ل 2723 مواطن ومواطنة. في الأليوبية تم إطلاق فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز شباب منية شبين بمركز شبين القناطر. المشروع بيستهدف إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل عن طريق الارتقاء بالخصائص السكانية وبجودة حياة المواطن. على مدار حلقتنا النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن حاجات كتير وتطوير كتير حصل في قطاع البترول من يوليو 2014 لغاية دلوقتي. يكفي ان احنا نقول حصل توسع كبير جدا في زيادة خدمة الغاز المسال او الغاز الطبيعي اللي وصلت للبيوت، بالاضافة ان في عدد كبير جدا من محطات او تضاعف كمان عدد محطات البنزين اللي بتقدم خدمة الغاز للعربيات اللي تم تحويلها من استخدام البنزين لاستخدام الغاز الطبيعي. مش هننسى كمان ازاي وصل الغاز المسال او الغاز الطبيعي لكتير بالتنسيق مع مشروع حياة كريمة. كل ده هنتناوله النهاردة في حلقتنا، لكن خلينا الاول نروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي حلقتنا معاكم. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء. النهاردة هيكون في نشاط للرياح محدود مع وجود فرص للأمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً على جنوب الصعيد. خلونا بقى نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني يمكن في شوية تقلبات يا دكتورة منار في الجو، احنا شايفين النهاردة هيبقى في فرص أمطار خفيفة، يعني في برضو نشاط للرياح، فممكن تفاصيل الجو من حضرتك؟ هو طبعا الحمد لله الاجواء استقرت بشكل كبير عن التقلبات الجويه اللي احنا كنا بنشوفها نهايات الاسبوع الماضي. الحمد لله احنا اصبحنا بنتاثر بكتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، وده في اغلب المحافظات الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، السواحل الشماليه، لكن المناطق الجنوبيه جنوب الصعيد بتتاثر بكتل هوائيه قادمه من جنوب شبه الجزيره العربيه، فعشان كده المناطق الجنوبية بنلاقي فيها ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة العظمى فترة النهار. على بعض المناطق من الأقصر وأسوان بتوصل 44-45 درجة مئوية خلال فترات النهار، لكن المناطق الشمالية السواحل الشمالية أو القاهرة الكبرى درجات حرارتهم تعتبر في المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، فبالتالي أجواء فترة النهار هتكون أجواء حارة بالنسبة للقاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديدة الحرارة في المحافظات الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق كمان من جنوب سيناء. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، يمكن كمان الحمد لله فترات الليل الأجواء بقت أكثر اعتدالا معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة كمان إن احنا في فترة الليل وتحديدا مع بداية ساعات المغرب وفترات المساء
بنلاقي في نشاط نسبي للرياح، الكتل جايه من على البحر المتوسط فمفهوش اي اتربه، والمال مطارة فقط بيخلينا نحس بالاجواء الربيعيه والاجواء اللطيفه فترات المساء وساعات الليل. فرص الامطار اليوم هتنحصر في بعض المناطق اللي موجوده في جنوب الصعيد، يعني على بعض المناطق من الاقصر واسوان المجرى الملاحي، لكن هي فرص امطار خفيفه قد تكون رعديه احيانا، مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. الحمد لله الاجواء مستقره بشكل كبير اليوم وغدا. مع يوم الاربعاء هنبدا نلاحظ ان درجات الحراره بدات ترتفع، ارتفاع تدريجي في درجات الحراره، لكن هنحس بيه اكتر مع الخميس والجمعه القادمين ان شاء الله، لان مره اخرى هياثر علينا منخفض جوي موجود في الصحراء الغربيه. المنخفض ده هيؤدي لارتفاع درجات الحراره وعوده لاثاره الرمال والاتربه، لكن مهم في الفتره دي ناخد بالنا بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فتره الظهيره، عشان ما تزودش احساسنا طبعا بارتفاع درجات الحراره، والفتره دي احنا بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله. مهم ان احنا كمان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، نسبه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، ده شيء مهم جدا. وكمان ما زلنا في فصل الربيع اللي معروف دايما بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغير الكبير في خرائط الطقس، فمهم يوميا نتابع النشره الجويه. طب دكتور منار، النهارده لسه في نشاط للرياح المثيره للرمال والاتربه؟ النهارده في هذا النشاط ولا لا؟ لا الحمد لله، هو نشاط رياح اليوم هنلاقيه في مناطق محدوده من الجمهوريه، والكتل الشمال معظمها شماليه قادمه من على البحر المتوسط، معهاش اي اتربه ورمال مثاره، وده كمان هيكمل معانا بكره ان شاء الله، يعني النهارده وبكره الثلاث مش هيكون في اي اتربه ورمال مثاره. الاربع هتبدا كتل في بعض المناطق الغربيه تكون مثيره للرمال والاتربه، وزي ما قلنا مع الخميس والجمعه ممكن يتقدم للمناطق الداخليه. تمام، بنشكر حضرتك دكتوره منار عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دكتوره منار غانم طبعا بتدينا نصايح مهمه جدا نخلي بالنا منها. يا ريت تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهره درجه الحراره العظمى 33 والصغرى 21، ايضا نفس درجه الحراره في العاصمه الاداريه 33 21، الاسكندريه 28 20، ايضا العلمين الجديده 28 20، مطروح 24-18، دمياط 26-21، بورسعيد 26-20، والإسماعيلية 34-21. نروح للسويس، درجة الحرارة العظمى هناك 33 والصغرى 23، العريش 27-20، كاترين 30-16، طابة 34-24، حلايب 34-28، شلاتين 38-27، شرم الشيخ 40-28، والغردقة 38-27. في الفيوم العظمى 36 الصغرى 25، وبني سويف 36-25، ايضا في الوادي الجديد 43-29، واسيوط 38-25، سوهاج 41-26، وقنا 42-28، الاقصر 43-29، اسوان 44-30. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي عودة مرة تانية لمنا ومتابعة أهم الأخبار النهاردة. عودة ليكي مرة تانية منا. شكرا ليكي يا هالة. ودلوقتي جمعنا مع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة. النهاردة في مباراة مهمة بين الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة 30 من الدوري المصري. وبالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إطلاق فعاليات الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسؤولين للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، واللي هتستضيف فعالياته القاهرة تحت شعار العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي. ومن المقرر أن يتناول الاجتماع استعراض جهود أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والقضايا المتعلقة بالمسنين وذوي الإعاقة. النهاردة هيتم توزيع خطابات الندب لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والمراقبين والملاحظين تنفيذاً لتعليمات الوزارة بالإدارات التعليمية، وهيتم فتح باب تقديم الاعتذارات الخاصة بالأعضاء بداية من بكرة 6 يونيو وحتى الخميس 8 يونيو الجاري. النهاردة لعشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراة قوية في الجولة 30 من عمر المسابقة، هيلتقي فيها الزمالك مع الاتحاد السكندري الساعة 8 بالليل.
ما زالت النقاشات اللي موجودة في جلسات الحوار الوطني بتنتج عنها أفكار مختلفة وبيشارك فيها عدد كبير من القوى السياسية والأحزاب. عشان كده احنا معانا دلوقتي لقاء مع كريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللقاء أجراء الزميل مصطفى ميزار. الحقيقة أنا من الناس اللي شايفة أن الحوار الوطني من أهم وأحسن الحاجات اللي اتعملت في الفترة الأخرانية، لأنه هي دي السياسة، أنه أنا أسمع وجهة نظر حضرتك وحضرتك تسمع وجهة نظري ونبتدي نتناقش حتى ما نتوافق، وحتى لو ما توافقناش إحنا سمعنا رأي بعض. الأصل في السياسة هي النقاش، أن إحنا نوصل مع بعض للطريق الأحسن، وخاصة أن في مشاكل كتيرة ينفع جدا تبقى محل اتفاق ما بين الأطراف. والحقيقة حتى لو ما حصلش محل اتفاق في الحاجات دي، فبرضو الحوار الوطني أضاف للحياة السياسية في مصر من وقت الدعوة ليه لحد دلوقتي. طيب، مخرجات الحوار وبيناقش يعني أوجه كثيرة مختلفة، سواء على المحور الاقتصادي، المحور يعني السياسي، المحور الاجتماعي، لكن في هذه اللحظات أو في الجلسة الماضية تحدثنا عن فكرة الزيادة السكانية، وهي بالفعل أزمة، ورأينا دول كثيرة سبقت في التعاطي والتعامل مع جلسات الحوار الوطني أو تعاملت مع فكرة الزيادة السكانية باعتبار أنها عبء على دولها. يعني رؤية حضرتك كباحثة سياسية وفي تنسيقية شباب الأحزاب عن يعني الزيادة السكانية أثرها ومخاطرها على المجتمع. لسه كنت بقول لحضرتك ان انا شايفه ان في موضوعات ينفع نطلع بيها بمحل اتفاق. الحقيقه انا شايفه ان المحور الاجتماعي باكمله ينفع نطلع منه بنقاط نبني عليها، ومن اهمهم محور السكان، لان انا شايفه انه المشكله دي من اخطر المشكلات اللي بتواجه مصر. زياده عاليه جدا في التعداد السكاني مع قله الموارد، مع التغيرات المناخيه اللي حاصره حوالينا، مع مثلا تقرير الامم المتحده اللي بيقول ان مصر هتكون من اكبر الدول المساهمه في المليار التاسع، وده مؤشر خطير جدا، لانه احنا مش بس عندنا مشكله في التعداد، يعني مش بس عددنا كبير، عندنا مشكله ان لما بنشوف الاحصائيات فين الاماكن الاكثر انجابا بنلاقيها الاماكن الاكثر فقرا. فبالتالي اللي عندنا مشكله في الخصائص السكانيه اللي بتنتج نسبه للزياده السكانيه. فانا شايفه ان المحور السكاني ينفع جدا نوصل فيه لموضوعات نبني عليها، خاصه وانه مصر مش جديده في انها تشتغل على المحور السكاني، مصر من زمان جدا بتشتغل عليه، هي مش مشكله حديثه، دي مشكله موجوده من زمان. طيب لو المشكله موجوده وتشخيص المشكلة أيضا حاضر وموجود على طاولة المفاوضات والحوار، ما الذي ينقص حتى نصل بالقضاء على هذه المشكلة؟ لأنها مشكلة ملحة ومؤرقة لمقدرات الدولة المصرية. هقول لحضرتك أنه في جزء كبير جدا أنه المواطن محطوط فيها، يا إما متهم أنت المسؤول عن، من غير ما نكون بنقوم بدورنا على أكمل وجه، زي مثلا أنه في الصعيد مثلا أو في الأماكن الريفية هتلاقي أنه المرأة المفضل إنجاب الذكور، ما هو مش عايز ذكر لمجرد أنه عايزه، هو شايف أنه هو بيقدر يشتغل، شايف أنه هو بيقدر يتفخر بيه ويتباهى بيه. فأنت مثلا في المكان اللي هناك أنت مش ممكن المرأة لا اقتصاديا ولا سياسيا، أنت محتاج تقول له أن لا تقدر لو خلفت بنت، وده حاصل بس حاصل على نسبة قليلة، وهتلاقي الأسر اللي فيها المرأة ممكنة الوضع مختلف خالص عن الأسر اللي المرأة فيها لا بتلاقي تعليم ولا بتلاقي صح. ناقصنا إنه الأفراد يشوفوا إنه هم بنفسهم بيعانوا، يعني لما هنلاقي ان في اسره عدد الافراد فيها كبيره جدا، الاسره دي نفسها بتعاني، لا بتلاقي صحه كويسه ولا تعليم كويس ولا اكل كويس ولا اي حاجه. فاحنا محتاجين انه يبقى في توعيه بشكل اكبر، وده حصل قبل كده في السابق، احنا يعني في تجارب هناخدها اللي هي مناسبه لبيئتنا من بره، وفي تجارب تانية احنا بالفعل عملناها قبل كده. هي حاجه سريعه، استراتيجيات الدوله المصريه عملتها في 2004 في 2007 وفي 2015 عن مواجهه الازمه نفسها. طيب انا 2017 و2021 طيب انا هوصل امتى لحل الازمه الجذريه دي، بحيث انه المجتمع المصري يكون قابل فكره انه يكون فيه توازن ما بين الوفيات ومعدلات الوفيات والمواليد؟
هقول لحضرتك حاجة، احنا اتعمل كم مبادرات، يعني هو تم اهمال الملف في فترة من بعد التسعينات لحد 2000 مثلا و14، من 2014 ابتدى الاهتمام بشكل واسع جدا تاني بالملف زي ما حضرتك ذكرت كم المبادرات اللي اتعملت. بس عندنا مشكلة، اول حاجة انه المبادرات دي مش متكاملة مع بعض، يعني بنطلع مبادرة وبعدين نطلع مبادرة وما بنشوفش احنا حققنا ايه في المبادرة دي وناقصنا ايه في المبادرة الجديدة، فاحنا مش متكاملين مع بعض. وعشان يحصل التكامل ده احنا كتنسيقية قدمنا مقترح انه المجلس القومي للسكان يعاد الى رئاسة الجمهورية، المجلس القومي للسكان بالظبط كده، لانه هو كان في الفترة اللي كان شغال فيها كويس كان بالفعل تحت رئاسة الجمهورية، وبعد كده انتقل لمجلس الوزراء، وبعد كده اتنقل لوزارة الصحة، فبعد كده بقت المبادرات اللي بتطلع من عند رئاسة الجمهورية او من الوزارات المختلفة ما بيتمش التنسيق ما بينها. احنا شايفين انها لما هترجع لرئاسة الجمهورية هتبقى كل المبادرات دي موجودة تحت المظلة دي. مظلة. انا اتمنى ده وانه يحقق الهدف المطلوب. واخيرا عايز اسال حضرتك عن ماذا اضاف او يضيف الحوار الوطني ومخرجاته للتنميه في مصر. الحقيقه انه انا هفضل اكرر واقول انه الحوار السياسي ده من احسن الحاجات اللي اتعملت. حضرتك دلوقتي لو سمعت اخر محور اللي هو المحور السكاني والاساتذه والمتخصصين اللي بيتكلموا في الموضوع والطروحات والنقاشات، وفي حد قعد بعد ما كل الحاجات دي اتقالت ولخص الحاجات دي وطلع مخرجات، احنا حلينا مشكله لو فعلا مشينا على الخط الصحيح بتاعها. فالحوار الوطني ده من اكتر الحاجات الصحيه اللي اتعملت واسرى الحياه السياسيه، وبنتمنى انه يبقى في حوار دائم، يعني مش لازم يبقى موجود في بالظبط كده، مش لازم نبقى عاملين له قاعات ومش لازم نبقى عاملين له ده بعد الانتهاء منه، لكن تفضل فكره الحوار موجوده على الترابيزات. ملفات وقضايا مختلفة مطروحة على مائدة الحوار الوطني، وعلشان كده زميل مصطفى نزار أجرى لقاء آخر مع الدكتورة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية من مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. خليني أبدأ مع حضرتك اقتباسا من كلمات فخامة الرئيس في أحد المنتديات، كان بيوجه كلامه لزعماء العالم وبيقول لهم استمعوا إلى شبابكم. نعم. كانت رسالة ورؤية وأصبح يمكن نهج، ولقينا دلوقتي دعوة فخامة الرئيس للحوار الوطني هو تطبيق لهذه الرؤية، وأيضا ليس فقط الشباب بل ذوي الخبرة وكافة الأطياف وكافة الأيديولوجيات نتكلم ونسمع بعض. احنا بنفكر المستقبل بلدنا، القرار تشاركي، القرار بمنتهى الشفافية والحيادية، خاصة بعد إسناد تنظيم واستضافة ولوجستيات الأمر إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب كجهة محايدة تماما عن أي أيديولوجية. فطبعا يعني الموضوع بالنسبه لنا كشباب، لو هتكلمني كرؤيتنا كشباب، لا كان الموضوع مباشر جدا. الدعوه للراي والراي الاخر كانت مهمه جدا، ويمكن احنا كتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين عارفين قيمه هذه المخرجات في يوم من الايام هتكون ازاي، لان احنا في الاساس كتنسيقيه احنا طاوله حوار، احنا صوره مصغره من الحوار الوطني كبايلوت او كنموذج اولي للحوار الوطني. شهدنا قد ايه الفكر ده نجح معانا، شهدنا قد ايه تقبلنا واخيرا قدرنا نسمع بعض من اقصى اليسار لاقصى اليمين للوسط للمستقل للحزبي. فاذا كانت دايما بتطلع من عندنا ملفات عمل تخدم الدولة المصرية. هو خير مثال في ده يا دكتورة غادة انه التنسيقية ممثلة في داخلها من كل الأطياف. بالظبط كده، ده اللي انا قصدي اقوله، احنا ممثلين من كافة أطياف الفكر السياسي وايضا غير الخبراء والمهنيين والأكاديميين. ده نفس شكل الحوار الوطني لما بنقعد يعني نتبادل الرؤى ونوصل لحل، لإما توافقي لتشاركي لإما حل احنا شايفينه خلاص هو ده مستقبل وصالح بلدنا، هو ده التوافق على هنا. احنا بنأمل تكون هي نفس الشكل في مخرجات الحوار الوطني، نتفق على رؤية وطن. طيب دكتورة غادة، يعني المحاور كثيرة ومتعددة والحديث فيها يطول بتفصيلاته المختلفة، لكن أتحدث مع حضرتك بحكم التخصص أو قرب التخصص سواء في البرلمان أو في الجامعة وهو قريب من الجانب الاقتصادي. لو أتحدث معك عن المحور الاقتصادي والسياسات الاقتصادية، هل نحن في احتياج لقوانين وتشريعات جديدة تسن من أجل مواكبة التطور في الجانب الاقتصادي؟ يعني أم ما الذي يمكن أن نقدمه في الحوار الوطني للجانب الاقتصادي؟ الحقيقة الحوار الوطني يعني وضعنا في موضع
كاشف لكافة مشاكل المحور الاقتصادي. طول الوقت بنتكلم ان احنا عندنا مشاكل، لكن كل حد بيتكلم في مشكلة تمسه بشكل ما عن قرب في حياته الاقتصادية. ولكن هذا الحوار وضع جميع الأطياف وجميع الجهات أمام كافة المشاكل الاقتصادية، سواء التحديات الداخلية أو الخارجية المفروضة علينا. ان احنا نسن ده رأيي كعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكعضو اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نسن المزيد من التشريعات. يعني أنا عاوز أقول لك يا أستاذ مصطفى، الحقيقة إحنا محتاجين استقرار تشريعي أكتر من المزيد من التشريعات. محتاجين تنقيح وتنقيط التشريعات القائمة، لأن في منها اللي فيه حزم محفزات للاستثمار، يعني ما نحلمش يكون في أكتر من كده، ولكن بنقف في آلية التنفيذ. الجهات المنفذة، الجهات التنفيذية القائمة على الأمر، تعدد الولايات وما إلى غير ذلك. فإذا إحنا في وضع بنتكلم إن المستقبل، يعني المستثمر يا جماعة مش عاوز يتفاجئ، تعب من المفاجآت، سواء على فكرة المفاجآت دي مفاجآت إيجابية لصالحه ولا مفاجآت سلبية ضده، هو عاوز استقرار عشان يقدر يخطط موارده ويخطط ويدير مخاطره اللي جاية إيه. كل كتر التشريعات وكتر القرارات مع عدم متابعة أثار تنفيذها أو جودة تنفيذها، يمكن ده اللي بنحطنا دلوقتي قدام مسؤوليتنا في الحوار الوطني، إن إحنا التنسيق ووضع إطار مؤسسي حاكم ما بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار تحت أمبريلا أو مظلة عليا للاستثمار تحكم، وليست فقط تضع السياسات بل تتابعها وتحسن من نتائجها. هو ده اللي عاوزه المستثمر، يتكلم مع جهة واحدة تطمنه على مستقبل استثماراته. طيب لو هروح لمحور تاني وده في عجالة أيضا، محور الاجتماعي، وتحدثنا فيه عن قضايا ملحة، تمكين الشباب، تمكين المرأة، صحة المرأة، الصحة العامة، تماسك الأسرة والمجتمع، ويعني التعليم آخرها، جلسات في التعليم والزيادة السكانية. المحور الاجتماعي في غاية الأهمية دكتورة غادة، رؤيتكم في تنسيقية شباب الأحزاب للمحور الاجتماعي أو رؤية حضرتك الشخصية؟ يعني إحنا عندنا في التنسيقية دايما بنخاطب المستقبل. المحور الاجتماعي على قد ما بنقول التحديات اللي عندنا إيه، لازم نبص كمان للفرص اللي جاية إيه. يعني الشباب، الهوية المصرية، إحنا فين من الحفاظ على هذه الهوية وطرح يعني مقترحات للحفاظ عليها، بس تكون دايما مقترحاتنا بتخاطب الواقع، بتخاطب الوضع المتغير للعالم، ما نتكلمش برؤى يمكن ما ينفعش نطبقها دلوقتي. حتى في التعامل مع الشباب وتمكين الشباب وتأهيل الشباب وتدريب الشباب، حتى واحنا بنتكلم في ملف تعليم، انا يمكن النهارده كنت يعني شايفه ان في رؤيه، واحنا بنتكلم عن جودة التعليم لا نغفل أهمية التربية مع التعليم. نعم. لأن التربية هي تقويم الشخصية اللي هتتعلم، الانتماء والهوية المصرية داخل جزء منها في التعليم. فهي الفكرة محور المجتمعي هو متشابك وكله يؤدي إلى نفس الحصيلة، الثقافة المصرية بجميع محاورها. ايضا بالامس من الاخبار المهمه كان افتتاح اعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس بمنطقه الظاهر اللي كان مغلق من 225 سنه. الحقيقه اللي شاف المسجد قبل الترميم هيعرف حجم الانجاز لواحد من اهم المساجد الاثريه المصريه، واللي بيعتبر ثالث اكبر مساجد مصر من حيث المساحه بعد مسجد مصر في العاصمه الاداريه الجديده ومسجد احمد ابن طولون. خلينا نتابع التقرير. بعد إغلاقه لمدة 225 عاما تم افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد تطويره، وهو ثالث أكبر مساجد مصر من حيث المساحة بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة ومسجد أحمد بن طولون. مسجد الظاهر بيبرس يعد تحفة معمارية، ويبلغ طول الجامع 108 أمتار وعرضه 105 أمتار، وإجمالي مساحة المسجد بالخندق والسور المحيط به نحو 18,000 متر مسطح، وإجمالي مساحة المسجد فقط حوالي 11,000 متر مسطح. هو أقدم مسجد في العصر المملوكي، وشرع السلطان الظاهر بيبرس البندقداري في بنائه عام 665 هجرية 1266 ميلادية، وظلت الشعائر تقام فيه لفترة طويلة، ويشكل معلماً تاريخياً وأثرياً هاماً.
اهتمام كبير بتوليد الدولة المصرية لتاريخها ولحاضرها كمان. نقدر نقول ان ده واحد من ضمن الافتتاحات الكبيرة اللي حصلت في تطوير المساجد السنة دي. مش هننسى الافتتاح لمسجد الحسين، وكمان الافتتاح ل او تطوير كمان مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة، افتتاح مسجد الظاهر بيبرس البندقداري. ده بيتزامن مع مرور 800 عام على ميلاده، اتكلف حوالي نقدر نقول 237 مليون جنيه. الجانب الكازاخي او من كازاخستان ساهم بحوالي 27 مليون جنيه، 60 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، واكثر من 150 جنيه من وزارة السياحة والآثار ومن موارد الدولة المصرية. المسجد كان بقاله 225 سنة متوقف العمل فيه كمسجد، تم استخدامه او تم التعامل معاه على مدار سنين كتير ومر بمحطات مختلفة. الاول تم التعامل معاه كقلعة حربية، بعدها تم التعامل معاه كمخبز، وتم التعامل معاه كمذبح أيضا ومصنع للصابون، وأخيرا وبعد الافتتاح أمس هيتم نقل صلاة الجمعة القادمة إن شاء الله من مسجد الظاهر بيبرس البندقداري. دلوقتي مشاهدينا الساعة 8 بتوقيت القاهرة، معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع هالة. اتفضلي يا هالة. شكرا منا. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع موريتانيا في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين والبلدين الشقيقين. وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية، أشار الرئيس السيسي إلى إجرائه مباحثات مكثفة وبناءة مع نظيره الموريتاني تناولت مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية. من جانبه أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عن تهنئته لمصر وشعبها على الإنجازات التي تحققت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع الرئيس السيسي، أكد الرئيس الموريتاني أن قوة مصر هي قوة للأمة العربية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة وجود اتفاق يمكن القطاع الخاص في مصر والسعودية من تحقيق التكامل والشراكة في سلاسل الإمداد والإنتاج. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين مصر والمملكة في ملف الصناعة. تستأنف جلسات الحوار الوطني أعمالها غدا في الأسبوع الثالث بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء. وتبدأ الجلسات بالمحور الاقتصادي بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الزراعة والأمن الغذائي على مائدتها. قام رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي مولينا شيمباياف تنفيذا لقرار رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاياف بتسليم وسام الصداقة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ. يأتي ذلك تقديرا لمصر ولدور المستشار عبد الرازق في دعم أواصر التعاون المصري الكازاخي على مختلف الأصعدة. يذكر أن هذا الوسام الذي تم إهداؤه لرئيس مجلس الشيوخ من أعلى الأوسمة في دولة كازاخستان. افتتح رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار محمد ناصف الندوة التثقيفية لرفع جدارات قيادات الهيئة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وأكد ناصف أن تنسيقية شباب الأحزاب تضم مختلف الكوادر البشرية القادرة على تحقيق الكثير من أجل مصر، مشيرا في الوقت نفسه أن التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم القضاء على الأمية. أعلنت السعودية والولايات المتحدة استمرار التواصل مع ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الذين بقوا في جدة للتوصل إلى هدنة جديدة. وطالبت الدولتان طرفي النزاع بالاتفاق على هدنة جديدة وتنفيذها في أعقاب انتهاء الهدنة السابقة السبت. وأشارتا إلى أن الهدف النهائي هو التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية.
وأوضح بيان صادر عن كل من الرياض وواشنطن أن المناقشات ركزت على تسهيل وصول المساعدة الإنسانية والتوصل لاتفاق بشأن خطوات سريعة يجب على الطرفان اتخاذها قبل استئناف المحادثات. ورياضيا، حقق الأهلي الفوز على ضيفه الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. تقدم الأهلي بهدفين عن طريق كل من بيرسي تاو في الدقيقة 47 ومحمود كهربا بالدقيقة 59، بينما أحرز سيف الدين بهرة هدف الوداد في الدقيقة 87. ويقام لقاء العودة يوم الأحد المقبل على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس لتحديد المتوج بدوري أبطال إفريقيا. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. قطاع البترول من القطاعات المهمة جدا اللي حصل فيها تطوير كبير بعد ثورة 30 يونيو. طبعا كلنا فاكرين مشاهد طوابير السيارات في محطات البنزين، مشاهد يعني اختفت تماما الحمد لله مع الخطة اللي اشتغلت عليها الدولة في أنها تعزز اتفاقيات التنقيب وكمان أنها تدور عن البترول. القطاع ده قدر أنه يحقق كميات كبيرة من الإنتاج عشان يأمن احتياجات المصريين خصوصا في الغاز الطبيعي. مش بس كده، نقدر نقول ان هو اعاد وضع مصر على خريطة الطاقة العالمية. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن حصاد قطاع البترول في مصر. بنرحب في فقرتنا النهاردة بالمهندس صبري الشرقاوي رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين. اهلا بحضرتك يا باشمهندس، صباح الخير على حضرتك. ايام صعبة مش عايزين نفتكرها، ايام الطوابير واحنا واقفين قدام البنزين وبنكلم بعض يا جماعة البنزينة بقى فيها بنزين، كانت حاجة صعبة جدا. إزاي قدرنا في فترة قليلة جدا نتحول من طوابير واقفين على البنزين لما شاء الله الحاجة موجودة؟ مش بس كده، إحنا بقينا كمان الناس بتبصلنا وتقول إحنا نقدر نيجي نستثمر في مجال كان مقفول تماما عندنا في سنوات قليلة. طيب خلينا نبدأ من الأول، نقول إن إحنا لغاية 2010 كان عندنا اكتفاء ذاتي ولبعض المنتجات، وكان عندنا نقص في بعض المنتجات، وكان الغاز وصل معانا ل 6 مليار قدم مكعب، وكانت ده مناسب جدا بالنسبه لنا. جت حصلت الثوره، بدات الامور الامنيه والاستقرار في البلد تغير كليا. 25 يناير، نعم، 25 بعد 25 يناير اي مستثمر أو أي واحد جاي يضخ أموال في البلد هيبقى خايف على استثماراته. خايف على استثماراته ليه؟ لأنه مش عارف البلد رايحة على فين. فأنا مش هاجي أضخ فلوس في بلد ولا أضمن إني أقدر أسترجعها مرة أخرى. فبعد من 2011 لغاية 2014 تقريبا كانت الاستثمارات بالنسبة لنا في مجال البترول والغاز تعتبر صفر. ده أدى لإيه حضرتك؟ هل فقط كان الخوف من الحالة الأمنية، ولا كان وقتها في نوع من أنواع التعثر في سداد التزاماتنا المالية؟ كان في يعني سواء كانت التزامات مالية أو حصص من البترول ما كانش يتم تقديمها بالشكل الكافي، فيمكن ده من ضمن الحاجات مش فقط الوضع الأمني. مظبوط يا أستاذ منى. هو حضرتك لو إحنا جينا هنتكلم إيه الأول على ان لازم تكون حاله امنيه. ليه؟ لان الفلوس بتاعتي هنروح تحكيم دولي وهضمن وهخش تحكيم دولي واخد، وده حصل معانا كتير في قضايا تحكيم دولي مع وزاره البترول، ووصلت الديون انها زادت لغايه 6.3 مليار دولار. في الوقت اللي وصلت فيه 6.3 مليار دولار، كل ده قبل 2014. يعني في الفترة من 2011 ل 2014 ليه؟ في حصة للشريك، يعني أي شركة طبعاً قطاع مشترك بيبقى فيه منها جزء للاسترجاع أو الكوست ريكفري،
ده للاستثمارات اللي صرفها في أثناء البحث والاستكشاف والحفر. وبعد كده بيبدأ من حصة الإنتاج، ليه جزء من حصة الإنتاج. الفاتورة الشهرية دي بتتراكم طالما حضرتك مش هتبدأي تسددي. طب فوصلت الديون على وزارة البترول إلى 6.3 مليار دولار. أضف إلى ذلك إن مفيش استقرار في البلد، مفيش حالة أمنية في البلد. طب فلا يمكن حد يجي يضخ استثمارات جديدة، حتى المستثمر في البلد اللي هو شغال في شركات شغالة في مصر من أكثر من 50 سنة توقفت كليا عن ضخ أي استثمارات جديدة، لأنها الأول تضمن تاخد الاستثمارات القديمة وبعدين تبدأ تضخ الجديد. طب فبدأ الغاز، طبعا الغاز ده لما يتم إنتاجه بيبقى الأول بضغط الخزان، بعد كده بيبدأ التناقص الطبيعي. التناقص الطبيعي يعني كل سنة الضغط ده بيقل وبالتالي الإنتاج يقل. إذا لم يتم حفر آبار جديدة هيبدأ مع الإنتاج ينزل. نزل الإنتاج عندنا لغاية ما وصلنا ماينص 11. ماينص 11% يعني إحنا بننتج كويس أقل من اللي إحنا بنجيبه من احتياجنا. من بقى عندنا عجز. بقى عندنا عجز كبير جدا. ب 11%. وبدأ الإنتاج يوصل في مرحلة من المراحل إلى 3 مليار. إحنا استهلاكنا 6 مليار. فاضطرت وزارة البترول والدولة إلى استيراد الغاز من الخارج. استيراد الغاز من الخارج، الغاز مش زي الزيت بيخش معامل تكرير و و و لا، زي الغاز بيجي عبارة عن غاز مسال. وبيجي على في التانكس وبيجي هنا كمان يعمل له ايفابوريشن تاني. يعني يعمل له يتم إعادة تبخير تاني. فبقينا بقى محتاجين محطة إعادة تبخير. فبقى وصلت إن كان عندنا محطتين للتبخير والاستيراد، بقينا أكبر مستورد من تصدير قبل 25 يناير إلى الاستيراد. كويس، واستيراد كميات كبيرة جدا لدرجة إن الدولة كانت بتدفع 2.5 مليار في الشهر. طبعا ده مبالغ كبيره جدا، طبعا تكلفه عاليه جدا. لو قلنا تكلفه، يعني لو حبينا نحط مقارنه كده ونقول ان احنا متوسط سعر الغاز عندنا 4.5 دولار للمليون بي تي يو. كويس، وصل ان احنا تكلفتها كويس تبقى من 10 ل 12 دولار. كويس، من 4.5 ده يعني 3 اضعاف. طب ناهيك عن مثلا الوقت الحالي اللي هو بعد الحرب، وصلت في اثناء الحرب الاوكرانيه الروسيه انها وصلت ل 30 و40 دولار، يعني كان ممكن ندفع 5-6 اضعاف ما كنا ندفع قبل ذلك. كويس، لو استمر الاستيراد زي من ما كان الخارج، وطلعنا من سالب 11% الى بلس 25%. امتى؟ بعد 2018. فالمشكله كانت خدت الوقت، لان من اول الحفر والاستكشاف الى الانتاج دي مرحله بنتكلم فيها من 5 ل 7 سنين. كويس، ولكن بالنسبه لمصر عملت قصه كبيره جدا، يعني في انتاج حقل ظهر. طيب خلينا نتكلم عن اكتشاف حقول أو حقول بترولية جديدة في مناطق مختلفة من مصر. نقدر نقول إن احنا نفذنا أكتر من 32 مشروع مثلا لتنمية حقول البترول. كل ده كان الهدف منه إن مصر تبقى المركز الإقليمي اللي موجود دلوقتي، ولا كان الهدف وقتها إن احنا نعدي الأزمة اللي احنا فيها وبعدها ربنا يحلها؟ طبعا الأول، يعني زي ما حضرتك قلت كده في أول اللقاء، إن الطوابير اللي كانت على البنزينه، لا ده كان في حاجه اصعب منها بنفسي شفتها في الصعيد مثلا. طابور البوتاجاز، انابيب البوتاجاز كان يوصل ل 1000 واحد واكثر من 1000 واحد واقفين طابور عشان ياخد انبوبه بوتاجاز. كويس، النهارده في بلاد ممكن يقف ساعه وساعه ونص في البنزينه عشان يمول عربيته. كويس، يعني مشوار مش موجودة عندنا في مصر. لا ده قبل احنا في بلاد اخرى، يعني كان ممكن مش نوصل لكده، بس كان نوصل لأسوأ من كده. كويس، لو استمر الوضع لاكثر من المده اللي اخذها اللي هي حوالي 3-4 سنين.
كويس. اللي يعني هي الازمه ما بتظهرش في اول يوم، لا الازمه دايما بتاعه الانتاج كويس تظهر في خلال فتره. طبعا بمعنى ان انا زي ما بنتج من اول الاستكشاف الى الانتاج باخد من 4 إلى 5 سنين كويس، وفي اماكن بتاخد 7 سنين، نقص الغاز نفسه ونقص البترول بياخد فتره زمنيه يبدا فيها الانتاج يقل تدريجيا. طبعا اكيد الـ الـ الاول كان الهدف الرئيسي تحقيق الاكتفاء الذاتي. واي دوله لازم الاول تبص للاكتفاء الذاتي كويس عشان مواطنيها، وبعد ذلك التصدير. اكيد احنا طبعا بدات مصر بعد الحاله الامنيه ما استقرت في وبدانا من 2014، جاء على اثرها الاكتشافات في 2015، 2018 بدانا اكتفاء ذاتي ثم بدا التصدير. 2018 نقدر نقول هي السنه اللي حصل فيها مش عارفه بقى يجوز لنا استخدام التيرنينج بوينت او النقطه اللي حصل فيها التحول. يمكن 2018 وزاره البترول اطلقت مبادره بتوصيل الغاز للبيوت، يمكن وصلنا لعدد 8 مليون وحده سكنيه، وحضرتك تقدر تصلح لي الارقام. 14. لا ده 14 اكتر، 14 مليون حاليا. لا هو حضرتك امتى بدات الوزاره تطلق المبادره وامتى بدا التفكير عشان نخلص بقى من قصه انابيب البوتاجاز اللي حضرتك لتحويل البيوت؟ اولا عشان اتخلص من مشكله البوتاجاز، لان البوتاجاز كانت الدوله تستورد 50% من استهلاكها. كويس من البوتاجاز، فكان الهدف الاول تحويل المنازل والمصانع للغاز الطبيعي. طيب حضرتك احنا كنا لغايه 2014 كانت الغاز متوصل ل 5 مليون و700 الف وحده سكنيه. في 2022 وصل لاكثر من 14 مليون وحده سكنيه، يعني اكثر من 60 مليون بدا من مصر وصل لهم الغاز الطبيعي. كويس علاوه على ذلك 253 اسطوانه انابيب بوتاجاز وصل العدد بتاعهم او وصل العدد 2 مليون ونص مثلا. لكن ده احنا بنتكلم في بالمليون. حضرتك انت بتكلمي على 100 مليون وي، احنا دلوقتي 100 وي كويس، لو قسمناهم على متوسط 4 يعني 25 مليون وحده، ف 25 مليون وحده في استهلاك انبوبتين بوتاجاز في الشهر يبقوا بكام؟ كويس فهنضرب هنلاقي مثلا 50 مليون وكلام زي كده، يعني في اليوم عايز حوالي 2 مليون انبوبه بوتاجاز. ليه؟ كمان في مصانع كانت بتشتغل بأنابيب بوتاجاز، المطاعم، المخابز. يعني هم وصلوا ل 1800 تقريبا 1800 مخبز، وصلوا لحوالي 124 مصنع. كل ده وصل له غاز طبيعي، فده ادى انه تخفيف الضغط على استهلاك البوتاجاز. واستهلاك البوتاجاز الدعم بتاعه كبير جدا، يعني اسطوانه البوتاجاز النهارده ممكن توصل لأكثر من 150 جنيه يوم هتبيعها الدولة، يوم يعني زاد سعرها قوي بقى ب70. فأنت حضرتك بتدفعي دعم 50%. نعم كويس. أما الغاز فهو الغاز موجود حاليا، موجود عندنا. بعد زيادة الإنتاج في 2018 كل ده بقى التفكير في توصيل المنازل، توصيل المصانع، حاجات ما كانتش في الأحلام. يعني فكرة أن حياة كريمة توصل الغاز للقرى النائية في مختلف المحافظات، كون أن يوصل ده بالشكل الجديد، العدادات مسبقة الدفع وانتشارها، أعتقد أن ده برضو ممكن يكون عمل طفرة في استخدام الغاز اللي بيوصل للبيوت. هو حضرتك لو جينا اتكلمنا على مبادرة حياة كريمة في الحقيقة نتكلم عليها كمبادرة رئاسية كاملة. مبادرة رئاسية كاملة يعني بيبدأ من بناء البيت ثم توصيل الكهرباء والمية والمجاري والطرق، وبعد كده توصيل يجي دور وزارة البترول في توصيل الغاز الطبيعي. الخطة لغاية النهاردة اللي مدينها لوزارة البترول 1451 قرية وليس منزل. 1451 قرية تم التوصيل حاليا ل 120 قرية، جاري التوصيل
لحوالي 900 قرية حاليا. الباقي حوالي 500 او اقل من 500 بشويه، دول في انتظار انتهاء المجاري الاول وتوصيل المجاري الصحي الحكومي يعني، لان يعني القرى دي ما فيهاش مجاري صحيه. احنا بنتكلم بقى عن حياه كريمه حقيقيه. حياه كريمه فما فيش الصرف الصحي، فالغاز ما ينفعش يدخل الا بعد الحفر للصرف الصحي وبعد كده يدخل الغاز. فالخطه موجوده مكتمله، ولكن وقتها ينتهي بانتهاء المجموعة القوى كلها اللي هي مدرجة في الخطة بتاعة حياة كريمة، وهم حوالي 1451 قرية. طيب. وده رقم طبعا كبير جدا. مهول يعني. التحول في استخدام الغاز كمان، مش بس بنتكلم عن الغاز الطبيعي اللي وصل البيوت، احنا بنتكلم عن ان بقى عندنا عربيات بالغاز، بقى عندنا عربيات بتتحول من استخدام البنزين لاستخدام الغاز، بقى عندنا تضاعف في اعداد محطات البنزين اللي بتوفر خدمه التموين بالغاز. يعني الموضوع بس مش كلام بيتقال في التلفزيون احنا عايزين نعمل غاز طبيعي وخلاص، لا، الخدمه دلوقتي بتوفر بحيث ان احنا نبقى بنقدم الخدمه كامله والناس تقدر تستخدمها على طول. شوف حضرتك، طبعا هو مش كلامه بس لسبب، لاني انا خارج القطاع من 2020 معاش من القطاع يعني، ولكن النهارده بصفتي رئيس شعبة بترول في نقابة المهندسين وهي ليست حكومية. القصة ان العملية مش بالسهولة اللي الناس متخيلها. تحويل العربيات للغاز، تحويل العربيات للغاز يعني انا عايز محطات غاز، عايز مركز تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز. عايز بعد كده أوفر له سعر منافس للبنزين عشان أشجعه إن هو يحول عربيته للغاز. طبعا. ما هو استحالة أنا النهاردة معايا عربية بنزين هتيجي حضرتك تقول لي ما تحولها غاز. طب أحولها ليه؟ أيوه. إيه اللي هستفيده؟ هو أول شيء لازم يستفيد إن هو الاستهلاك يكون بأقل تكلفة من البنزين. طبعا. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل ان كان في حوالي 200 ألف سيارة غاز في 2014، لان كان في خطة برضك تحويل الغاز قبل يناير، ما كانتش معروف ان هي هتقل الغاز. نعم. وصل دلوقتي ل 483، ممكن يكون حاليا وصلوا 500 ألف. 500 ألف عربية يعني نص مليون عربية، ده رقم برضك كبير جدا. عدد المحطات كويس زاد من 200 300 محطة، وصل حاليا ل 900 محطة، لان لازم اوفر محطات قريبه من الناس اللي هتستخدم الغاز. المركز التحويل الغاز وصل دلوقتي الى حوالي 134 مركز لتحويل السيارات للغاز. كويس. كل ده بيخفف الضغط على البنزين والصنار، ده رقم واحد. رقم اتنين، استخدام الوقود النظيف. طبعا. لان الوقود الغازي اقل بكتير جدا من السولار او البنزين من ناحيه التلوث للبيئه، وده طبعا توجه عالمي وليس توجه مصري فقط. كويس. هو وصول انبعاث ثاني اكسيد الكربون للحاله الصفريه. فكل العالم حاليا بيعمل على ان يكون عام 2050 هو نقطه التحول للصفريه. طبعا استحاله هيوصل ليها يعني صفر، ولكن هنقول مجازا صفريه او نكون قريبين من تقليل انبعاث الكربون لاقل شيء ممكن. اكيد. طيب احنا يعني عندنا زي ما حضرتك بتقول خطه عالميه في 2050، وده يتناسب تماما مع رؤيه مصر 2030 اللي بتتكلم فيها والشغل اللي شغالينه بقالنا فتره كبيره جدا على نحو بيئه افضل خضراء. خلينا مشاهدينا نطلع لفاصل قصير، المهندس صبري شرقاوي مستمر معانا بعد الفاصل، ونرجع تاني نكمل حلقه. اهلا بحضراتكم من جديد، بنكمل كلامنا مع المهندس صبري الشرقاوي رئيس قطاع التعدين والبترول بنقابه المهندسين. باشمهندس، لما نيجي نرجع نكمل كلامنا تاني ونتكلم عن ان الدوله اهتمت بانشاء واحلال وتجديد
عدد من خطوط الزيت اللي كانت موجودة أو بقى كمان المنتجات البترولية. نقدر نقول إن كان الهدف تغطية الاحتياجات الرئيسية ولا كان الهدف برضو جذب مزيد من الاستثمارات في المنطقة؟ لا، هو حضرتك بالنسبة لخطوط الزيت والخام وخطوط اللي بتنقل الخام من مكان إلى آخر سواء من الحقول إلى مصانع التكرير أو من الحقول إلى الميناء التصدير ونقل المنتجات إلى مستودعات، مستودعات بيتم منها التوزيع على محطات البنزين وغيرها. كان عندنا حوالي 5700 كيلومتر خطوط مختلفة الأقطاع، وصلت حاليا إلى 6.3 ألف، يعني 6300 كيلومتر. كويس، طبعا المسافة من القاهرة لأسوان 1000 متر عشان اللي ما يعرفش مسافات يعني، فوصل دلوقتي ل 6300 كيلومتر. إيه المغزى من أولا إحلال زي ما حضرتك قلتي؟ إحلال لأن الخط بيعيش لفترة 20-30 سنة وبعدين لازم يحدث له إحلال. الخطوط الجديدة هي وصول للأماكن اللي ما كانتش أساساً موجودة، يعني زي مثلاً التجمع، زي الشروق، زي المدن المنصورة الجديدة، القاهرة، كل الأماكن دي ما كانش بيوصل لها خطوط. إيه الغرض منها؟ ضمان توصيل المنتجات والخام إلى الأماكن اللي مطلوب توصيل ليها. أما بالنسبة للاكتفاء الذاتي فده فعلا تفكير وزارة البترول وتفكير الدولة إن لازم يتم الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية زي ما حدث وتم الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. الخطة كانت المفروض يعني 2023-2024 إن شاء الله يا رب نقدر يقدروا يكملوا ويتم الاكتفاء الذاتي. طبعا الاكتفاء الذاتي حتى لو لم يحدث بنسبة 100% فيمكن أن نستطيع القول أن يحدث بنسبة 95%. ليه؟ لأن في هنقول 5% دي حاجات منتجات بتحتاج لمصانع فيها استعدادات معقدة شوية. كويس، طبعا احنا بننتج كله، بننتج النفطة، بننتج وقود الطيران، بننتج كل يعني مصر فيها معامل تكرير. دلوقتي في معامل تكرير جديدة من الجيل الرابع هو زي ما بيقولوا ايه الاب تو ديت يعني. كويس، بتتم في انوبيك في اسيوط، في اسيوط وفي اسكندرية وفي ميدور وشركة التكرير المصرية في مسطود. كل الشركات الجديدة دي دي كلها من الجيل الجديد، وفي القديم اللي زي السويس، النصر، وشركة سويس لتصنيع البترول، وشركة عمرية، وشركات دي من قبل 52 يعني. أكيد. وشركة القاهرة تكرير البترول، ففي شركات من النوع القديم، وفي شركات يعتبر من اللي هي آخر ما توصلت ليه التكنولوجيا. زيادة استثماراتنا ووضع حجر أساس مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ده كان يمكن في يونيو 2021. نقدر نقول الهدف كان التوسع بقى في وجود منتجات ذات قيمة مضافة، يعني يمكن هنزود بقى بولي إيثيلين، بولي بروبيلين، بوليستر، وقود سفن، استثمارات برقم كبير. حضرتك تصرح لي الرقم، يمكن أكتر من 3.5 مليون طن سنويا ده المستهدف ولا حاجة تانية كمان زيادة عن الأرقام دي؟ هو حضرتك لو جينا نتكلم عن مشروع البحر الأحمر فده يعتبر مشروع قومي. وليه مشروع قومي؟ كويس، لأنه الأضخم، يعتبر الأضخم إفريقيا، ومفيش يعني أي مجمع بهذا الحجم. في مصانع كتيرة وفي مصانع في مصر اتعملت كتير، لكن ده مجمع كبير للبتروكيميكال. طب ايه الفايدة منه؟ الفايدة منه زي ما حضرتك قلت كده، أول حاجة تعظيم القيمة المضافة. يعني ايه تعظيم القيمة المضافة للسادة المستمعين اللي هم مش متخصصين؟ يعني إن احنا بنصدر الغاز حاليا غاز طبيعي.
تمام. غاز طبيعي احنا بنتكلم في اوقات بيوصل لسبعة وثمانية وحتى في اثناء الحرب الأوكرانية والازمه الروسيه وصل ل 20 30 ده للمليون بتيو. طب ايه الفرق بينه وبين ان انا اصنعه بتروكيميكال؟ كويس، اجيب اضعاف اضعاف سعره، بمعنى يعني لو هو ب $5 ممكن يوصل ل $50 لما احوله من منتج خام الى منتج بتروكيميكال. ده نوت واحد. اتنين، اقدر اغطي السوق المحلي. طب انا لو غطيت السوق المحلي معناها قللت الاستيراد، معناها توفير عمله صعبه للبلد. طيب ما بالي حضرتك بقى ان التخطيط ان احنا اكتفاء ذاتي ونبدا نصدر جزء كبير جدا منه زي ما بيحصل حاليا في شركه ابو قير الاسمده، شركه موبكو اللي تكلفت حوالي 2 مليار، هو فعلا زي ما حضرتك بتقولي كده هينتج حوالي 3.5 مليون طن سنويا، التكلفه الاستثماريه بتاعته حوالي 11.7 مليار دولار. كويس، وده رقم طبعا رقم الثاني يعتبر في الاستثمار بالنسبه لمصر من 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 سنوات طويله جدا من بعد ظهر. يعني ظهر وصل 15.6 مليار دولار التكلفه الاستثماريه للمراحل المختلفه بتاعته، ومجمع البحر الاحمر وده هيكلف حوالي 11.7 مليار دولار. دي ارقام ما كناش نسمع بيها. اكبر مستثمر كان بيستثمر مليار اتنين تلاته، يعني لو جينا في وحده الاساله بتاعت ايدكو كانت مكلفه حوالي 2 مليار، ويوم ما خدوا القرض بتاعها للشريك الاجنبي خد القرض عشان يبني المصنع ده بمليار دولار، كانوا بيقولوا عليه القرض العام، القرض العام لانه بمليار دولار. فالنهارده مجمع زي ده لما يتم ويكلف حوالي 11.7 مليار دولار ففعلا يعتبر مشروع قومي. أكيد. طيب عندنا كمان في منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج اللي هي Egypt Upstream Gateway، دي المنصة الرقمية للتسويق اللي المفروض إنها يعني طبعا تم طرحها في 2021 والمفروض إن هي يعني هتبقى موجودة عالميا. الفكرة من طرح منصة زي دي إيه؟ هو حضرتك لو جينا نتكلم إحنا في صناعة البترول يعني بنقول في Upstream وMidstream وDownstream. ايه الفرق بينهم عشان نعرف بس الاول الفرق؟ الابستريم اللي هي الاستكشاف والحفر. كويس، الميدستريم اللي هو الانتاج وحقول الانتاج وغيره. كويس، الداونستريم اللي هو زي محطات الاساله اللي هي بتصدر الغاز الطبيعي. طيب ايه الايجيبشن ابستريم جيت واي او الاي جي؟ كويس، دي خاصه العالم كله اولا تحول لرقمنه، والعالم كله تحول ان احنا بدل ما كنا بنحتفظ بالمعلومات في ورقيات اصبح الكمبيوتر حاليا والرقمنه هي الوضع السائد. طيب لما اجي التفكير في عمل البوابه المصريه للاستكشاف والانتاج، هو قال استكشاف وانتاج وليس استكشاف فقط. طيب يعني ده عباره عن بوابتين، واحده للانتاج واحده للاستكشاف. تم تسجيل بيانات اللي منذ 70 سنة، بمعنى جاب بيانات كل مصر وكل البترول في مصر في خلال 70 سنة الماضية وتم تسجيلها. اتنين، يبدأ يضع على البوابة دي كل الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيقية. طب ايه الفايدة منها؟ الفايدة منها اولا الوصول للمعلومة بطريقة سهلة. ثانيا، اي مزايده عالميه تطرح سوف تطرح من هذه، وتم طرح اوريدي يعني طرح مزايدتين من خلال البوابه بتخلي بتخلي الـ 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 المستثمر يبقى سهل ان هو يدخل على البوابه دي. طبعا نظير مقابل. كويس، التكلفه بتاعت البوابه نفسها كويس هتيجي العائد بتاعها من خلال استخدامها من المستثمرين، وهو امر مقبول تماما. مقبول جدا تماما، لان هو مش هيتعب في حصول على معلومه، دي حاجه. اتنين، بتتوفر ليه كل المعلومات السيزميه والجيولوجيه والجيوفيزيقيه اللي هو ممكن ما يقدرش يحصل عليها اساسا. كويس، هيحصل عليها بطريقه سهله جدا تخليه يعرف ياخد قرار يستثمر فين.
او يستكشف فين او ياخد انهي بلوك، لان اماكن بيجي يطرح مزايده عالميه بيطرح عباره عن بلوكات اماكن يعني كويس، البلوك ممكن يكون 3000 كيلو متر 2000 كيلو متر مربع، فهو يختار البلوك اللي هو عايز يستثمر فيه بناء عن ايه؟ عن وجود معلومات عنده. فالبلوك ده لما يكون فيه معلومات عنه معناها ان يقول والله ده انا في احتمالات وجود هيدروكربونز في المنطقه دي، يبقى انا اخد المكان ده كويس، فبدفع نظير كده مبلغ انا جبت عائد للوزاره البترول. رقم اتنين كويس، شجعت المستثمر على انه ما يتعذبش ويقعد يدور على المعلومه كويس، زي ما كنا بنتكلم على الشباك اليوم الواحد والكلام اللي كده كويس، اللي هي المفروض يعني تتعمل، ربنا ان شاء الله يا رب يكملها كده والمستثمرين ابتدى تنفيذها بالفعل، ولكن احنا محتاجين تسريع وخطوات. هي الفرق بس ان البترول احنا بنقول عليه النظام الثاني بعد الجيش يعني، في ان هو ملتزم جدا، التعامل بيبقى تعامل مع مهندسين ودكاتره جيولوجيين وجيولوجيين وكلام زي كده، فبيبقى العمليه شويه ستريكت يعني زي الجيش كده يعني شديد الانضباط. فالمستثمر اللي بيجي بيلاقي كل اللي هو مطلوب بسهوله جدا يعني. فالجيت واي دي كويس حضرتك عمل تسهيل كبير جدا في طرح المزايدات، عمل تسهيل كبير جدا في الوصول للمعلومه، كمان بتدرب اي حد جديد، بمعنى يعني احنا عندنا مثلا الجيولوجيين والناس اللي بتشتغل في الاستكشاف كويس، لما يلاقي المعلومات دي كلها فبيربط بين المعلومات بين التركيبات الجيولوجيه في مصر وبين كل الاماكن، فبيعرف هو هيشتغل في ايه. اكيد. طيب 2019 تم اطلاق الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحده، واللي انتهى بوجود اتفاق مع شركه اباتشي، وكان الهدف منه الاستفاده الكامله طبعا من الثروات البتروليه والبحث والاستكشاف، يعني شويه حاجات كتير حصل عليها كلام. وجهنا الانظار او توجه الانظار للصحراء الغربيه، ليه اشمعنا الصحراء الغربيه؟ ليه حصل تركيز جدا على الصحراء الغربيه في ذلك الوقت؟ هو لما نيجي نقول شركه اباتشي، لا شركه اباتشي بتشتغل في مصر من سنوات طويله جدا، وهي شريك مع وزاره البترول في شركه خالده وشركه قارون. لكن ايه المطلوب جديد عشان خاطر الاتفاقيه دي؟ ان في ساعات انت حضرتك لو جيت في معامل التكرير هتلاقي كل معمل بيحتاج خام معين، بمعنى ان احنا بنقول عليه درجه الجوده الامريكيه الاي بي اي كويس، ففي معمل بيقدر يشتغل للزيت الخفيف، في معمل بيقدر يشتغل على الزيت التقيل، الخام اللي عندنا بيختلف جودته من مكان الى اخر، ففي الجزء من الزيت الخام احنا مش محتاجينه، محتاجين غيره، فانا اقدر اشتري غيره لكن ما اقدرش ابيع صح المنتج ده. فاتفاقيه بينهم ما بين اباتشي ان اباتشي هتقوم بتسويق المنتج كله، بمعنى حصه الشريك اللي هي حصه شركه اباتشي وحصه الهيئه العامه للبترول، فهتسوقها التسويق الامثل، زائد ان هي الخبرات بتاعتها تنقلها للعاملين في وزاره البترول او قطاع البترول بمعنى اصح كويس، بتدريبهم وتدريبهم على التكنولوجيا الجديده وفتح اسواق للخام المصري، فعباره عن شركه تسويق مشتركه نقدر نقول يعني. اكيد. طيب احنا نقدر نقول ان في حصل تاسيس لمنتدى غاز الشرق المتوسط، نقدر نقول ان مثلا ده عمل شكل مختلف لسوق الغاز في المنطقه كلها، او مثلا حصل تنميه في سوق الغاز الاقليميه بسبب هذا المنتدى، ولا كان له اثار تانية متخيلين انها ممكن تكون تاثر؟ هو منتدى غاز الشرق الاوسط لما بدا التفكير فيه في 2015 كان التفكير او الهدف الرئيسي ليه ان الدول الاعضاء اللي هتشترك فيه تقدر تستغل كل الموارد المتاحه في هذه الدول، بمعنى تبادل الغاز بينهم،
اللي محتاج غاز بياخد من الدول الأعضاء بسعر تنافسي. اتنين اللي ما عندوش بنية تحتية يبدأ يستخدم البنية التحتية في الدولة الأخرى. إيه يعني بنية تحتية؟ يعني معناها الغاز عشان يتنقل من مكان إلى آخر لازم محتاج إما أنابيب مواسير يعني لنقل الغاز من مكان إلى آخر، أو إن أنا أحوله لغاز مسال ونبدأ ننقله في السفن. طيب بالنسبة لمصر ايه اللي خلاها بالنسبه لمصر كثالث كثالث اكبر منتج للغاز الطبيعي في المنطقه؟ طيب. ازاي نقدر يعني نستغل ده؟ تمام. في دقيقه واحده عشان ميعاد موجز. ما هو حضرتك احنا كمصر اتنقلنا عالميا الاول. يعني دي الاهم بالنسبه للناس، ان يعني ساعات الناس بتتكلم في تالت افريقيا ما يعرفش افريقيا. لا احنا في مصر عالميا كنا 19 بقينا 13. طيب عربيا هم خمس دول اكبر منتجين. كويس، قطر ثم السعوديه ثم الجزائر ثم مصر ثم الامارات. نعم كويس. فمصر تعتبر الرابعه عربيا وال13 عالميا. طيب مصر عندها ايه؟ عندها بنيه تحتيه خطوط غاز ممتده في كل الدوله. وخط غاز للاردن اللي هو الخط الغاز العربي، وعندها مصنعين لإسالة الغاز، مصنع في إيدكو ومصنع في دمياط. المصنع اللي في إيدكو بيسيل في اليوم 1350 مليون أدم مكعب، اللي في دمياط بيسيل حوالي 700 مليون أدم مكعب، ولو جينا نتكلم بالطن هنقول 7.2 مليون طن من إيدكو وحوالي 4 مليون طن من دمياط. كويس، من سيجاز. طيب ايه اللي خلاها في الوقت ده في 2015؟ لان لو حضرتك جينا نتكلم نقول ان مصنع دمياط توقف كليا من 2012 الى 2020. كويس، لما ابتدى في 2020 لغايه النهارده باع بحوالي 7 مليون طن. كويس. طب عندك حضرتك عندك التسهيلات وعندك البتاع، ناقص ان احنا نعمل منتدى. المنتدى دخلت فيه فلسطين ودخلت فيه الأردن ودخلت فيه قبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا وإسرائيل، وفي اتنين مواقبين، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. طب ده هيعمل إيه؟ هيعمل ثقل لمصر. لما كل الدول دي مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية معناها مصر متحكمة في سوق. كويس، مش هنقول متحكمة، تتعاون مع الدول دي استفادة ان احنا لو عندنا غاز بنصدره بسهولة جدا. اتنين، لو الغاز قل عندنا، في غاز بينتج حاليا في قبرص وفي في اليونان وفي في اسرائيل، وزي ما كنا بنديهم غاز حاليا بناخد الغاز بيتم تسييله وبيصدر لأوروبا. طب ايه الفايدة اللي هتعود علينا؟ فايدة المرور الغاز في الأراضي بناخد عليها التعريف، تعريفة يعني. نعم. ودمغة، وبناخد على التسييل في المصنع. يبقى أنا استخدمت المصنع اللي عندي استخدام الأمثل وجبت عائد منه وعائد من الخطوط اللي موجودة أوريدي، مش هعملها خطوط جديدة. أكيد. طيب احنا كل الشكر لحضرتك المهندس صبري الشرقاوي رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين، نورتنا وشرفتنا وعرفتنا حصاد نقدر نقول عليه قطاع البترول والتعدين على مدار 9 سنوات او 10 سنوات. شكرا جدا لحضرتك. اهلا وسهلا. شكرا. مشاهدينا فقراتنا ما زالت مستمرة، الساعة دلوقتي 9 بتوقيت القاهرة، معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع هالة، اتفضلي هالة. شكرا منا. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع موريتانيا في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين والبلدين الشقيقين.
وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية، أشار الرئيس السيسي إلى إجرائه مباحثات مكثفة وبناءة مع نظيره الموريتاني تناولت مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية. ومن جانبه أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عن تهنئته لمصر وشعبها على الإنجازات التي تحققت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع الرئيس السيسي أكد الرئيس الموريتاني أن قوة مصر هي قوة للأمة العربية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة وجود اتفاق يمكن القطاع الخاص في مصر والسعودية من تحقيق التكامل والشراكة في سلاسل الإمداد والإنتاج. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين مصر والمملكة في ملف الصناعة. تستأنف جلسات الحوار الوطني أعمالها غدا في الأسبوع الثالث بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء. وتبدأ الجلسات بالمحور الاقتصادي بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الزراعة والأمن الغذائي على مائدتها. قام رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي مولانا شين باياف تنفيذا لقرار رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومار توكاياف بتسليم وسام الصداقة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ. يأتي ذلك تقديرا لمصر ولدور المستشار عبد الرازق في دعم أواصر التعاون المصري الكازاخي على مختلف الأصعدة. يذكر أن هذا الوسام الذي تم إهداؤه لرئيس مجلس الشيوخ من أعلى الأوسمة في دولة كازاخستان. تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم صالونا نقاشيا حول الشكل الأمثل للعمل النقابي في مصر، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني. ويناقش الصالون تاريخ العمل النقابي المصري وأضرار تسييس العمل النقابي وكيفية خلق كوادر نقابية تهدف لخدمة النقابة وأعضائها، وكذلك كيفية تفعيل النقابات بالشكل الأمثل ومدى الحاجة لتشريعات جديدة للعمل على تحسين بيئة العمل النقابي في مصر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد القوات الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن القوات الأوكرانية لم تنجح في محاولتها لكسر الدفاعات الروسية في اتجاه الجنوب، وأضافت أن الجيش الروسي تصدى أيضا لمجموعة أوكرانية حاولت العبور إلى منطقة بيلوغوراد شرق أوكرانيا والتي تتعرض لقصف أوكراني كثيف منذ أسبوع. Целью противника являлось прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, утра 4. تظاهر عشرات الآلاف في بولندا ضد الحكومة للاحتجاج على غلاء المعيشة. وقبل أشهر من الانتخابات التشريعية دعت المعارضة لتنظيم احتجاجات بأنحاء البلاد ورددوا شعارات مناهضة للغالبية الحاكمة منذ نحو 8 سنوات. انتهى موجز 9 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. صناعة السياحة واحدة من أهم الصناعات للنهوض بالاقتصاد، ده نقدر نقول إنها واحد من المصادر المهمة جدا من مصادر الدخل القومي. عشان كده في لجنة تم تخصيصها في الحوار الوطني ضمن المحور الاقتصادي لمناقشة ملف السياحة، إزاي بيتم النهوض بالسياحة وإزاي يحصل تحفيز للاستثمار السياحي. اهتمام كبير من الحوار الوطني بالملف ده،
وده طبعا علشان يحصل جذب لأكبر عدد من السياح لمصر في الفترة اللي جاية اللي كلنا عمالين نتكلم فيها ونقول ليه احنا عندنا كل هذه الأنواع من السياحات وبالرغم ده العدد اللي بيجي لنا من السياح مش كافي أبدا. عشان كده معانا النهاردة الأستاذ حسام الجمل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هنناقش معاه كيفية دعم السياحة المصرية وصياغة الخريطة السياحية لمصر. أهلا وسهلا بيك وصباح الخير عليك. يمكن يعني في البداية كده لو جينا قلنا مناقشة ملف السياحة حاجة مهمة جدا والحوار الوطني عامل لها أولوية كبيرة في جلساته. صحيح كلام حضرتك طبعا كله مظبوط. احنا عارفين انه الحوار الوطني من ساعة ما انطلق كان في مجموعة من الترتيبات بيعملها الأمانة الفنية للحوار مع القائمين أو مجلس الأمناء بتاع الحوار، وهم أقروا أنه الحوار يتقسم لثلاث محاور رئيسية، هو المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي. وكان المحور الاقتصادي موجود فيه مجموعة من اللجان، هم 8 لجان وهو أكبر محور تقريبا، يعني المحور السياسي فيه 5 لجان، المحور الاجتماعي فيه 6 لجان، أما المحور الاقتصادي فيه 8 لجان، في منهم لجنة وحدها مخصصة لفكرة السياحة. والمقرر بتاعها هي الدكتورة نور علي، وهي واحدة طبعا من أكبر صناع السياحة الموجودين في مصر. فالحقيقة هو كان فيه اهتمام شديد جدا بفكرة السياحة لأنها واحدة من أهم مصادر الدخل القومي طبقا للتصريحات اللي قالتها قبل كده السيدة الوزيرة رانيا المشاط، إن احنا تقريبا واصلين ما بين طبعا الوزيرة السابقة ان احنا واصلين ما بين 15-17% من إجمالي الناتج المحلي لمصر هو بيجي من صناعة السياحة. فاحنا بنتكلم على ثالث اكبر دخل من العملات الصعبه بتخش لمصر بعد كمان مثلا تحويلات المصريين في الخارج. فالسياحه ليها وضع مختلف لانها هي واحده من الاليات اللي بتبقى قاطره ممكن تاخد السياحه المصريه وتنهض بيها بشكل كبير جدا. عشان كده كان فيه اهتمام كبير جدا وكان فيه لجنه ومن اوائل اللجان اللي تمت مناقشتها في المحور الاقتصادي. طيب الوضع المختلف اللي حضرتك بتقول عليه محتاج مننا ايه؟ نعمل خريطه سياحيه مثلا لمصر بحيث ان احنا نبقى قادرين نفهم، وبعد ما نحدد بقى احنا عايزين نعمل ايه نبتدي ندعم الفكره ولا هنمشي بانهي ترتيب؟ هو اول جلسه اتعملت في لجنه السياحه لما اتناقشت في الاسبوع الاول من الحوار من اطلاق الحوار الوطني كانت انشاء خريطه سياحيه لمصر فعلا. وكان مجموعه من الخبراء المدعوين ورؤساء الشركات والقائمين والمهتمين بالعمل العام كانوا بيتكلموا على فكره ازاي عمل خريطه سياحيه لمصر جديده غير فكره الخريطه الشاطئيه انه الناس كلها كانت بتتكلم عليها. احنا عارفين نوعين او هما الاقرب لينا دايما، يا سياحه شاطئيه يا اثار. بالظبط، وهي الشاطئيه طبعا اكبر لانه سياحه الاثار بتعتمد على السائح المثقف اكتر واللي هو يعني بيبقى نسبه وجوده في مصر اقل من وجود السياحه الشاطئيه. والحقيقه الناس اتكلمت على وضع خريطه كبيره جدا لان احنا مثلا عندنا سياحه بتاعه مثلا مؤتمرات، بنتكلم على سياحه تسوق، بنتكلم على سياحه علاجيه، بنتكلم على سياحه اليخوت، بنتكلم على مجموعه كبيره جدا من انواع السياحه اللي ممكن تكون صحراوية موجوده في مصر. طبعا السياحه الصحراويه والتخييم وكل الحاجات دي ممكن تحصل في مصر، وخصوصا ان احنا عندنا جو مختلف تماما عن كل حته في الدنيا، يعني جو طول السنه تقريبا مميز وتقدر الناس تبقى بتمارس فيه كل الانشطه السياحيه. فالحقيقه كميه مقترحات اتقدمت في اللجنه كانت كبيره جدا علشان ان احنا نعيد صياغه الخريطه السياحيه المصريه، وكان من ضمنها واهمها ان احنا نعيد صياغه الخريطه السياحيه الخاصه بسياحه الفرد. مصر مش متميزه قوي في خريطه سياحه الفرد، هو دايما سياحه المجموعات، شركات السياحيه بتبعت لنا مجموعات من طياره على بعضها تيجي بتقعد اسبوع وطيارات شارتر، انما فكره انه سائح فرد يفكر انه ينزل يعمل سياحه في مصر دي بتبقى قليله جدا. نتيجه لانه في فقر شويه في المعلومات لدى السائح، هو ازاي هيتحرك من المطار للاوتيل اللي هو حاجزه، ازاي هيروح يحجز تذكره متحف، ازاي هيتحرك من المتحف علشان يروح مثلا المول الفلاني، ايه المطاعم اللي ممكن يمشي فيها. بس احنا كان عندنا المشكله دي حقيقيه، يعني خلينا برضو نقول انه عشان نقدر نحل مشاكلنا نعرف نقول ايه هي مشاكلنا بمنتهى الصراحه. احنا فعلا كان عندنا المشاكل اللي اتطرحت طبعا، يعني احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا في انه السائح مش هيقدر يركب غير عربيه خاصه، اي حاجه بياخدها باكتر من سعر حسب الوضع اختلف تماما مع شبكه المواصلات اللي بقت موجوده، مع الطرق اللي بقت موجوده، مع الويب سايتس اللي بقت موجوده، اعتقد الوضع بقى اسهل وممكن يكون جاذب اكتر.
بقى اسهل ومحتاجين فيه مجموعه من المعلومات. وفكره الويب سايت حضرتك بتتكلمي عليها دي كانت فكره دلوقتي طرحت في الحوار الوطني انه يتم عمل موقع الكتروني. وزاره السياحه اعتقد ان هي شغاله فيه دلوقتي وهو هيتم يعني تنشيطه في الفتره القريبه، بيحتوي على كل المعلومات الخاصه بالعمليه السياحيه في مصر. من اول ما السائح بينزل المطار ومن قبل ما يجي المطار، من ساعه ما بيبدا الحجز، ايه الاوتيلات اللي ممكن يحجز فيها، النجوم بتاعتها، الاسعار المتاحه، ازاي يقدر يحجز فيها، ازاي يقدر يدخل ويركب المواصلات، كل انواع المواصلات من اول الليموزين لحد المواصلات العامه، ازاي حتى يقدر يقيم تجربته بعد ما يمشي، يعني ازاي يقدر يقيم، وازاي يقدم منظومه شكاوي محترفه. وهنا كانت فكره الحوار الوطني في انه ده يبقى بيعمله مجموعه من رواد الاعمال وليس الحكومه. لانه المشكله مش في اطلاق الموقع الالكتروني، المشكله في تشغيله ومتابعته. تشغيل الموقع الالكتروني ومتابعته بيحتاج ايدي عامله كبيره جدا وقوه بشريه كبيره جدا، هيبقى صعب على الحكومه تعيينها وتوظيفها في الوضع الحالي. انما لو اطلقنا ده لمجموعه من رواد الاعمال ومجموعه من الشركات الخاصه اللي بياخدها مجموعه من الشباب، انه تقدر تعمل حاجه محترفه وتبقى طبعا بالتواصل مع وزاره السياحه، لكن تبقى بتقودها القطاع الخاص، وده تدعيما لفكره رياده الاعمال وفي نفس الوقت تدعيما لفكره السياحه نفسها، انه كل المعلومات اللي عايزها السائح هتبقى متاحه قدامه، وكمان يقدر يشتكي وترد على الشكوى بتاعته في خلال اقل من 10 ساعات و12 ساعه، وكمان يقدر يقيم التجربه ويرشح ده لناس تانيين، يعني فكره ان هو يرشح لزمايله، لا روحوا مصر. فنبقى بنستغل الموقع ده كمان لفكره التسويق، ودي كانت فكره مطروحه ورقه عمل قدمتها التنسيقيه من خلال العمل في ورشه عمل السياحه مقدم. طبعا عندنا حاجه مهمه جدا احنا كمان اطلقناها في التنسيقيه، هو احياء مسار العائله المقدسه. احنا بنحتفل دلوقتي بالموضوع بتاع احياء مسار العائله المقدسه طبعا. وعندنا طبعا امين سر التنسيقيه النائبه سهى سعيد، هي وكيل لجنه السياحه في مجلس الشيوخ، والحقيقه اطلقت مبادره لاحياء العائله احياء مسار العائله المقدسه، وقدمت دراسه كامله ومكتوبه وتمت مناقشتها جوه مجلس الشيوخ، والحقيقه تمت الموافقه عليها. والمفروض ان احنا قدمنا في الدراسه دي كل الاليات اللي ممكن تخلي احياء المسار ده متاح لكل الناس، وخصوصا انه احنا اطلقنا كمان في الحوار الوطني انه ده نوع من انواع السياحه مش موجود في حته في العالم، هو موجود في مصر بس، فنقدر نستغله انه يبقى حج لكل المسيحيين على مستوى العالم بشكل محترف جدا، ونقدر نوفر سبل الامان والاقامه والانتقالات بشكل كبير جدا. والحقيقه دي كانت مبادره قويه جدا يعني اطلقتها التنسيقيه. احنا بنستهدف مين او بنتارجت مين من السياح؟ بنتارجت حد جاي بس يقيم في الفنادق الخمس نجوم، ولا احنا لان هو يمكن عشان سعر العمله يعني ده يساعده، ولا بنستهدف الباك باكرز اللي هم بيسافروا صغيرين في السن وخفاف في الحركه بيتحركوا بحاجات قليله؟ بنستهدف ان احنا نجتذب طلاب يجوا يدخلوا، احنا عندنا جامعات مصروف عليها ارقام كبيره جدا في العاصمه الاداريه وعندنا شراكات كبيره جدا، هل نقدر نعمل كل ده او نجتذب كل ده؟ ده المحور الثالث والرابع عندنا في المبادره اللي قدمتها التنسيقيه في ورقه العمل. انا غالبا قاعده معاكم في تقريبا كنت موجوده معانا. المحور الثالث بيتكلم على اعاده تاهيل الفنادق اللي هي غير مصنفه اللي موجوده عندنا في وسط البلد. انت عارف في وسط البلد عندنا مجموعه فنادق كبيره جدا، سواء في القاهره او في اسكندريه او في الاقصر او في اسوان او ما شابه ذلك. فاحنا بنتكلم على اعاده التاهيل عن طريق برنامج مخصص للموضوع ده، بحيث ان احنا هنبقى بنتعامل مع وزاره السياحه، ايه الاشتراطات اللي انتوا عايزينها في الفنادق الصغيره؟ فهيحطوا مجموعه من الاشتراطات، هيحطها مهندس استشاري، هيبتدي يشرف انه اعاده التاهيل دي من خلال قروض ميسره من خلال صندوق دعم. بنتكلم بس على الفنادق ولا بندخل معانا كمان بيوت الشباب وبندخل معانا بيوت الشباب للطلاب؟ ما هو ده المحور الرابع. يعني المحور الثالث هو فكره الفنادق المصنفه تبع وزاره السياحه، واللي احنا بنتكلم ان هي ممكن تبقى نجمتين او ما شابه ذلك، علشان الناس اللي هم سياحه الفرد زي ما حضرتك بتقول، وكمان يتم الاعلان عنها على مواقع الحجز، مواقع الحجز العالميه او حتى الموقع الالكتروني اللي هيطلق من وزاره السياحه المصريه، ان الناس تقدر تحجز فيه، وبالتالي يبقى مؤمن والناس تبقى عارفه انها ممكن تنزل فيه. فده احنا بنستهدف بيه سياحه الفرد. وهنبقى بندي او بنبقى بنعمل بروتوكولات للتعاون مع صندوق دعم المشروعات الصغيره، انه يدي قروض للفنادق دي علشان تجدد وتعيد التاهيل، وبالتالي تبقى موجوده على المنظومه السياحيه. كويس. المحور الرابع كان بيتكلم على سياحه الطلاب. احنا عندنا في مصر حاجتين، عندنا جمعيه بيوت الشباب المصريه، وعندنا بيوت الشباب اللي تابعه او مدن الشبابيه اللي تابعه لوزاره الشباب. والحقيقه برضو احنا عملنا فكره انه الكلام ده كله يتحط على الويب سايت ونقدر نحجزه، بيبان انه الاتاحه بتاعته، وانه الطلاب بتاخد فيه تخفيضات يوصل ل 50% طالما هو طالب ومعاه كارت
بتاع الجامعه بتاعته طبعا. اللي موجوده في اي حته في العالم فيقدر يبقى بيجي ياخد مدرسه المهم ان هو طالب يعني بصرف النظر هو في الجامعه او في المدرسه لا يقدر ان هو يبقى موجود في مصر وياخد حجوزات في بيوت الشباب او المدن الشبابيه اللي تبع لوزاره الشباب وهي على فكره على اعلى مستوى يعني عندنا مدن شباب موجوده في الاقصر وعندنا في اسوان والغردقه وشرم الشيخ واسكندريه وحتى في القاهره عندنا مدن شبابيه على اعلى مستوى اسماعيليه عندنا بيوت شباب ومدينه شبابيه كبيره جدا وكلها مجهزه بالملاعب وبالغرف وبالحمامات السباحه وقريبه على فكره من المدن يعني سهوله الوصول والتواصل معاها بشكل كبير جدا وجود مواصلات ليها اعتقد ده برضو ممكن ييسر جدا طبعا وجود مواصلات ودي هي اصلا حتى معموله قريبه يعني من ساعه ما تم انشائها واعاده تاهيلها وهي موجوده بالشكل ده والناس تقدر تستفيد منها بس الفكره انه ما بيتمش الاعلان عنها فاحنا فكرنا انه ده يبقى فرع من السياحه الطلابيه زي ما حضرتك بتقولي انه الناس تقدر تيجي وتبص وتشوف وفي نفس الوقت كمان تدرس يعني لو جه وقعد وقدمنا له المنح الدراسيه وازاي يبقى بياخد عندنا شهادات بشكل معين وتسهيل التقديم في الجامعات وفي المدارس وفي المراكز البحثيه. يمكن مؤتمرات الشباب اللي حصلت في الفتره اللي فاتت في شرم الشيخ ممكن تكون ده سفير يعني جيد جدا لاجتذاب الشباب وان الشباب اللي جت وحضرت وشافت وعاشت تقدر تسافر وتتكلم عننا صحيح أكثر. منتدى الشباب طبعا كان له اثر كبير جدا على الشباب في العالم كله وعلى السياحه الشبابيه والسياحه الطلابيه وهم شافوا مصر وحتى كمان مؤتمر المناخ اللي حصل في مصر السنه اللي فاتت طبعا اثر معانا بشكل كبير جدا لانه الناس بدات تشوف مصر بشكل مختلف كميه التكنولوجيا اللي اتعملت في مؤتمر المناخ الطريقه اللي اتعاملت فيها كل الناس اللي موجوده من ضيوف مصر اللي كانوا موجودين في شرم الشيخ سهوله المواصلات اللي كانت موجوده التعامل الحرفي مع التوافد في المطار سواء في الوصول او في المغادره التسكين القاعات الترجمه اللي كانت موجوده الحقيقه المعلومات اللي كانت متاحه مركز الصحفي كل المعلومات الحاجات دي خلت الحقيقه الوضع مختلف تماما واحنا عندنا في 2022 احنا بنتكلم على 11.7 مليون سائح احنا قربنا من الرقم اللي احنا حققناه في 2010 يعني 2010 كنا بنتكلم في 14.5 مليون وده كان اكبر نسبه حصلت في مصر من وفود السياحه السنه اللي فاتت 11.7 طبعا ما انت عارفه مع مشكله كورونا اللي حصلت والمشاكل اللي كانت موجوده والحرب الروسيه الاوكرانيه فاحنا بنتخيل انه حتى وزاره السياحه اطلقت مبادره انه 20-30 مليون سائح موجودين في مصر فاحنا بنتكلم على طبعا ازدياد في اعداد السياحه اللي موجوده في مصر بشكل يكون كبير جدا في الفتره اللي جايه بيبقى في حصص للدول في نسبة عدد السياح اللي بيروحوا احنا دول شبهنا بتطل على نفس السواحل او مش على نفس السواحل على ساحل من السواحل لان احنا عندنا اشكال مختلفة او انواع مختلفة من السواحل اللي بنطل عليها بتاخد حصص قد تكون اعلى ازاي صحيح. نقدر نزود حصة مصر بحيث ان احنا نجتذب ناس جديدة ونقدر نعمل دعاية للي موجود عندنا حاجتين رقم واحد احنا لازم عندنا توفر معلومات الدول اللي حضرتك بتتكلمي عندها توفر معلومات لو دخلتي على شبكه دوليه هتقدري تقولي والله انا قاعد احجز في الاوتيل الفلاني الاسعار موجوده انا مؤمن بوزاره السياحه اللي موجوده في او القائمين على العمل السياحي اللي موجودين في الدوله دي ازاي اقدر اركب المواصلات لو دخلت على جوجل اقدر اقول انا هركب بكذا واعمل كذا اعمل خطه كامله للمشروع بتاعي او لفكره الرحله اللي انا هعملها وبالتالي ده يوصلني لان انا اقدر اعمل بادجت انا اقدر اسافر ولا ما اقدرش اسافر المعلومات دي مش متاحه عندنا بقدر كافي يعني بشكل كافي وبشكل مؤثر فاحنا محتاجين يبقى عندنا دايما معلومات للسائح هو يقدر يروح منين لفين وايه اللي ممكن يزوره وهكذا الحاجه الثانيه انه احنا لازم يكون عندنا شكل جديد من السياحه سياحة التسوق مثلا مش موجودة في مصر كان عندنا زمان مهرجان تسوق وبطل يبقى موجود محتاجين نرجعه محتاجين نرجع سياحة المؤتمرات والحفلات والحاجات دي محتاجة تبقى موجودة عندنا محتاجين كمان نهتم بأشكال جديدة من السياحة وده كان البند خامسا بقى ان احنا بنتكلم على انه مثلا عندنا في الأقصر في منطاد ليه في الأقصر بس احنا عندنا مجموعه كبيره جدا من المدن السياحيه اللي موجوده في مصر ليه ما عندناش منطاد في شرم الشيخ ليه ما عندناش في الغردقه ليه ما عندناش هنا في القاهره في الهرم ليه ما عندناش في سيوه يعني ليه ما عندناش في الساحل فعندنا مبادره لاطلاق مجموعه كبيره من المشروعات السياحيه الحاجه الثانيه ان احنا بنفكر في او اطلقنا في من ضمن بنود المبادره عندنا سادسا هي فكره البيك باص ليه ما عندناش اتوبيس سياحي بيبقى بيقف انه الناس تركبه وتروح للمنطقه الفلانيه وتنزل وترجع تركبه تاني فيبقى بيلف بيها القاهره كلها بالظبط ويبقى بيدفع برضه ثمنه اونلاين وبالعمله الصعبه وما عندناش يبقى فيه ومؤمن ومعروف وفي لغات كتيره جدا بمجرد ان هو يبقى فيه تور جايد وبيبقى فيه يمكن خدمه واي فاي متاحه للسائح كل حاجه يبقى وفي نفس الوقت اطلاق هذه الاتوبيسات مرهون بفكره رياده الاعمال وليس الحكومه طبعا. وده اللي احنا يعني مركزين عليه في التنسيقيه انه احنا بنتكلم دايما عايزين رياده اعمال
دايما القطاع الخاص ودايما ريادة الأعمال بتقودها مجموعة من الشباب وأفكار ابتكارية علشان نقدر ننشئ شكل جديد من الاقتصاد، شكل جديد من فكرة التطوير، شكل جديد من التشغيل، إن احنا نبقى تحت عباءة الحكومة كرقابة وكتنفيذ، إنما الأصحاب بتوع الفكرة والممولين هم لازم يكونوا من شباب ريادة الأعمال. فدي مجموعة جديدة من أشكال السياحة اللي احنا كنا بنطرحها، طبعا بجانب سياحة اليخوت. سياحة اليخوت احنا مقدمين فيها بحث كبير جدا، برضو النائبة سؤال سعيد الحقيقة عاملة فيه مجهود كبير جدا جدا جدا، واتكلمت مباشرة في الحوار الوطني مع الأستاذة غادة شلبي مساعد وزير السياحة، وكانت موجودة معنا في الحوار. والحقيقة الموضوع محتاج تعديلات بس في التنفيذ، احنا عندنا اللوائح شوية واخدة يعني وقت على ما الناس تقدر تاخد ترخيص عشان تخش باليخوت بتاعتها السواحل المصريه، واحنا اطلقنا مبادره انه يتعمل ويب سايت يتاخد عليه الترخيص من قبل ما الناس توصل، بحيث نسرع الموضوع في خلال 24 ساعه. وبرده المبادره تحت الدراسه دلوقتي علشان نقدر نرسخ مجموعه من المقومات والاليات السياحيه الجديده. سياحه الترانزيت في دول قائمه او مش هنقدر نقول قائمه، لكن في دول عندها مساحه كبيره جدا من ان الطيران بيعدي بيها، بتقعد في المكان 12 ساعه 24 ساعه، الناس بتتعرف على البلد وتشوف، وده بيجتذب ان الناس انها تروح بعد كده تبقى الوجهه السياحيه بتاعتها هي البلد. احنا ما عندناش لا هو انت شكلك قريتي الورقه بتاعتنا او حد سربها لك، بس تمام يعني احنا عندنا برده 96 ساعه مبادرة 96 ساعة، ان انت هتبقى موجود على ارض مصر 96 ساعة تقدر تاخد اللي هم الاربع ايام، يعني تقدر تاخد تأشيرة لو انت حاجز على الناقل الوطني لمصر. يعني لو انت حاجزة تذكرة على مصر الطيران من اي وجهة في العالم وحاجزة الذهاب والعودة على مصر الطيران في خلال الاربع ايام، المفروض ان انت تحصلي على تأشيرة الدخول للاراضي المصرية من اي من مطاراتها والخروج من اي من مطاراتها برضه. يعني ممكن تدخلي من الاقصر وتخرجي من القاهرة، تدخلي من القاهرة تخرجي من برج العرب، على حسب ما السائح يبقى. وبياخد التاشيره بمجرد ان هو بيحجز، بيقدم على مصر الطيران، الويب سايت بتاع مصر الطيران بيتيح له فكره انه يبقى معاه تاشيره دخول. كويس قوي. الفكره هنا انه طبعا بيبقى في بعض الاستعلامات الامنيه، بعض الناس اللي بتبقى عليها مشاكل وما شابه ذلك، بيتم التعامل عليها دلوقتي، هو ازاي نقدر نحل الموضوع ده او ازاي نقدر نتعامل مع الموضوع ده. انما فكره سياحه الترانزيت دي فكره مهمه جدا، وانه وكمان هي بتعتبر نوع من انواع التسويق للنقل القوي الوطني. يعني لو اي حد يحجز على مصر الطيران خلاص هيبقى بياخد الموضوع. الحاجه الثانيه انه في مبادره ليها علاقه بقى بنفس فكره الطيران، كان مقدمها زميلنا عضو مجلس الشيوخ النائب محمود القط، فكره وجود شركه ناقل وطني شارتر اللي هو الطيران منخفض التكلفه او الطيران الاقتصادي. لانه احنا عارفين انه النقل داخل مصر ما بين مثلا القاهره والاقصر، القاهره واسوان، القاهره وبرج العرب، سعر تذكرة الطيران بيبقى عالي شوية، بيخلي الناس بتبقى عندها مشكلة انها تزور اكتر من مدينة خلال الزيارة السياحية بتاعتها. وبالتالي دي فكرة مطروحة انه يبقى في ناقل قومي وطني، بس بيبقى يتعامل مع طيران اقتصادي وطيران شارتر، يعني نبقى بنوسع في الاتجاه بالشكل ده علشان نجذب شريحة جديدة. طبعا ببادجت كبيرة جدا جدا داخليا وخارجيا على فكرة. حتى السياحة الداخلية هتبقى بتستفيد من الفكرة دي، ودي برضو اتقدمت في الحوار الوطني عن طريق لجنة السياحة. هي لجنة السياحة كانت واخدة اهتمام كبير جدا جدا من تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين، اتقدم فيها ورقة كبيرة جدا زي ما قلت لحضرتك النائبة سؤال سعيد وهي أمين سر التنسيقية، يعني كانت هي اللي بتقود العمل جوه لجنه جوه السياحه او يعني منظومه السياحه اللي احنا عاملينها او ورقه العمل، وهي اللي كانت موجوده بنفسها في اللجنه وطرحت الورقه على المقررين وعلى الحوار الوطني. فالحقيقه يعني في مجهود كبير جدا معمول في ورقه السياحه. اكيد كل التوفيق، بنتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى ان احنا ان شاء الله قريبا نقعد نشوف ايه اللي تم تداوله او ايه اللي تم الاتفاق عليه في اثناء جلسات الحوار الوطني. ولسه في طبعا جلسات تانية للسياحه هتتم عملها علشان نبتدي نفلتر الافكار اللي كانت موجوده، فلسه يعني عندنا شغل كتير في الحوار الوطني. كل الشكر ليك حسام الجمل عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، نورتنا. اهلا وسهلا. مشاهدينا احنا لسه موجودين معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقرات. أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. فريق الأهلي فاز على الوداد المغربي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد القاهرة وسط حضور أكثر من 50,000 مشجع في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أبدى غضبه بعد نهاية المباراة، وقال كولر في المؤتمر الصحفي: سعداء بالفوز لكني في قمة الغضب من قرارات التحكيم. وقال كمان: لا أعتقد أن اللي حصل كان بسبب تأخر التغيرات، كل اللعيبة كانوا بيتقدموا لقدام على حساب الدفاع، ودي مش التعليمات اللي قلناها، أخطأنا هي اللي تسببت في استقبالنا للهدف مش تأخير التغيرات. فان فان دوبريك المدير الفني لنادي الوداد المغربي قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: الخسارة 2-1 نتيجة جيدة وأشعر بالسعادة، وأعتقد أننا حققنا أفضل نتيجة ممكنة ضد الأهلي. وقال كمان: الحظوظ ما زالت متساوية، لا نخشى الأهلي لأننا فزنا عليه من قبل وعلى ملعبنا، والأهلي سيطر جيدا في أول ربع ساعة لكن لم تكن لديه رغبة في الفوز بنتيجة كبيرة. محمود حمدي الونش مدافع الزمالك وصل للقاهرة قادما من ألمانيا بعد إجراء جراحة في الرباط الصليبي بنجاح، وبيستعد الونش لبدء برنامج العلاج الطبيعي المخصص له من قبل الجهاز الطبي، وذلك للعودة سريعا إلى الملاعب. شهد سامي لاعبة منتخب التايكوندو فازت بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم اللي بتقام بأذربيجان بعد الخسارة في نصف نهائي البطولة. اتعادل فريق أتلتيكو مدريد مع فيلاريال في المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح على ملعب سيراميكا ضمن مواجهات الجولة 38 والأخيرة من عمر منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لاليغا للموسم الحالي 2023. التعادل الإيجابي 1-1 حسم مواجهة فريق ريال مدريد الإسباني وأتلتيك بلباو في المباراة اللي أقيمت امبارح على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري. فريق نابولي بطل الدوري الإيطالي حقق فوز على سامبودرادا بنتيجة 2-0 امبارح في الجولة 38 والأخيرة من منافسات الدوري على ملعب دياغو أرماندو مارادونا. وخلصت نشرتنا الرياضية، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل طبعا مع منا، واستكمالا لبقية الأخبار الرياضية. عودة ليكي مرة تانية منا. شكرا ليكي يا هالة. احنا مش هناخد فواصل، احنا هندخل في الموضوع على طول لأن الناس مستنية من امبارح تتكلم عن اللي حصل أكتر في مباراة النادي الأهلي اللي حقق فوز مهم على الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والنتيجة كانت 2-1. مباراة العودة هتقام يوم 11 اللي جاي إن شاء الله في المغرب. خلينا بقى نتكلم مع بعض عن فرص الأهلي في حسم اللقب بعد فوز امبارح، وإيه الأوراق اللي كانت قدام كولر في مباراة العودة. قراءة فنية هنستعرضها النهاردة مع ضيفنا في الاستوديو محمد مهدي الناقد الرياضي. محمد، صباح الفل عليك. صباح الفل عليك وصباح الفل على كل المشاهدين الكرام. راضي؟ يعني مش قوي، لانه طبعا الجون بتاع الوداد في يعني يعتبر الدقائق الاخيره من المباراه يعني قلب كل الموازين ودخل النادي الاهلي في ازمه ما كان في غنى عنها. يعني انك تروح المغرب تلعب الاياب وانت كسبان 2-0 غير ما تروح وانت كسبان 2-1، فبالتالي ادت افضليه اكتر للفريق الوداد المغربي انه يقدر يكسب 1-0 في الاياب ويتوج باللقب للمره الثانيه على التوالي. فبالتالي انه الاهلي كان بادئ الجيم كويس جدا، تقدم بجونين، ولكن يعني اللحظات الأخيرة حصل دربكة عند النادي الأهلي، قدر الوداد أنه يسجل جونه عن طريق سيف الدين بوهرة، هو ده اللي قلب موازين المباراة، حتى أنه بعثة الوداد المغربي كلها كانت خارجة من المباراة سعيدة جدا بهدف الوداد، وده كان التارجت بتاعهم. يعني هم جايين للقاهرة على أمل أن هم يتعادلوا أو يخرجوا بنتيجة 2-1، لأنه نتيجة 2-1 الهدف هيريحهم جامد في مباراه الاياب، فبالتالي انه كان في سعاده كبيره جدا على بعثه الوداد، ولكن وفي المقابل كان في حزن على بعثه النادي الاهلي انها تخرج من المباراه كسبانه 2-1 مش 2-0، او انها ما تقدرش تزود غله الاهداف. يعني انت متخيل ان هو ده فعلا كان التارجت، ولا في عقده كده موجوده دايما عند الوداد لما بيجي لاعب الاهلي في القاهره ما بيكسبش؟ دي المباراه يمكن 6 يا اما 3 مرات الاهلي فاز وثلاث مرات اتعادلوا، لكن الوداد ما شافش مكسب قدام الاهلي. مش عقده، لانه الاهلي من فتره كان كسب الوداد ذهاب واياب في القاهره وفي المغرب،
فبالتالي العقده اتعود يعني خلاص لا العقده لانه الوداد كسب 2 نهائي من الاهلي في 2017. الوداد اتعادل في القاهره بس ولا مره في القاهره وكسب في المغرب والنهائي برضو السيزون اللي فات كان مباراه واحده في المغرب والوداد كسب النادي الاهلي. فبالتالي انه الوداد كعبه اعلى على النادي الاهلي في النهائيات انه يكسب 2 نهائي. الوداد بتتكلمي في 3 دوري ابطال منهم 2 واخدهم على حساب النادي الاهلي. فبالتالي طبعا عقده، ولكن مجريات المباراه لا، مجريات المباراه غير. يعني النادي الاهلي كان ماسك الجيم كويس جدا، سجل جونين بيرستا وكهربا، والاهلي اهدر اكتر من فرصه كان يقدر يزود النتيجه. ولكن انه خلينا نتكلم بصراحه انه الخوف والقلق عند بعض اللاعبين ادت الى تراجع الفريق للدفاع، وان الوداد ما كانش عنده حل ثاني غير ان هو يهاجم، لانه 2-0 الموضوع صعب جدا. الوداد كان محتاج ان هو يكسب 3-0 في المغرب، وبالتالي المهمه صعبه. الوداد يعني خد الجراءه الهجوميه، في المقابل كان في يعني خوف لدى لعيبه النادي الاهلي تراجعوا الى الخلف، وده اسفر عن هدف للوداد. فبالتالي ان هي مش، احنا مش عايزين نقول ان هي عقده انه النادي الاهلي ما بيكسبش الوداد، لا الاهلي يقدر يعدي الوداد ويكسب الوداد. لا بالعكس، انا بقول ان الوداد هو اللي ما بيعرفش يكسب الاهلي عندنا في مصر. طيب خلينا نروح لحاجه ثانيه ونفكر مع بعض كده، ان في شويه حاجات كان عليها ملاحظ جمهور السوشيال ميديا اتكلم عليها امبارح. مش كل الناس كانت مبسوطه من التحكيم طول الوقت، مش كل الناس كانت مبسوطة من أداء كولر اللي شافوا أنه متأخر شوية في شوية تغييرات. ما تعودناش أن نلاقي كولر يطلع في مؤتمر صحفي يقول لا مش أنا السبب، اللعيبة هم اللي كانوا خايفين، مش المشكلة في التغييرات. كم حاجة كده الناس كانت بتتكلم عليها. بص الجزيرة هي بتاعت التحكيم، يعني اعتقد انه يعني 100% من الجمهور كان يعني بيتكلم بشكل صحيح في موضوع التحكيم، لانه الليبي معتز ابراهيم كان ليه بعض الاخطاء اثرت بشكل كبير في مباراه الامس، لانه نقص الخبره وانه ما حكمش مباريات كبيره قبل كده. فبالتالي انك تديله تحكيم المباراه النهائيه ده كان شيء يعني اثار استغراب الجميع، سواء الجمهور او الاعلام، انه ازاي حكم لسه صغير وانه ما خدش قبل كده تجارب كبيره انه يحكم ماتش مهم. وفي حساسيه كبيره بين الاهلي وبين الوداد بخصوص النهائي بتاع السيزون اللي فات، فبالتالي كان عنده اخطاء كتيره جدا. حتى خبراء التحكيم كلهم اتكلموا بالامس في موضوع الاخطاء التحكيميه، يعني بعيدا حتى عن السوشيال ميديا، انه الاهلي لا كان ليه ضربتين جزاء، وانه احد لاعبي الوداد يحيى عطيه طلع انه كان يستحق الطرد وليس البطاقه الصفراء، الكره اللي بلمسه اليد، لانه يعني منع النادي الاهلي من هدف ثالث محقق. فبالتالي انه الاخطاء كانت واضحه جدا، وان المباريات الحاسمه دي لا تحتمل ان اخطاء كتير، يعني ممكن يبقى عندك خطا 2 ولكن يبقى 3-4-5 اخطاء في مباراه نهائيه، ده بتاثر طبعا على نتيجه المباراه، بتحجم لاعبي الفريق بشكل كبير جدا. احنا حتى شفنا ان لعيبه النادي الاهلي كلها بتعترض على الحكم المباراه في مباراه الامس، الجهاز الفني كان بيعترض على حكم المباراه، فده يديك انطباع انه لا الحكم ما كانش فير في مباراه الامس، الحكم كان ضد النادي الاهلي في بعض القرارات، ان الحكم حرم النادي الاهلي من ضربتين جزاء واضحين ان كل الناس اتكلمت فيها سواء سوشيال ميديا او خبراء تحكيم. لا الحكم تغاضى عن طرد يحيى عطيه طلع لاعب الوداد المغربي، كان هيأثر كبير في المباراه. بتتكلمي في ضربه جزاء صحيحه لان الاهلي في اول 5 دقائق يعني كانت هتقلب موازين المباراه بشكل كبير جدا، طرد اللاعب المغرب ولكن الحكم ادى انذار بدل بطاقه حمراء كان ممكن يأثر في نتيجه المباراه، ان النادي الاهلي يخرج فايز 2-0 3-0، فبالتالي تريحوا في مباراه الاياب. فبالتالي انه جزئيه التحكيم لا، سواء خبراء التحكيم او السوشيال ميديا كان معها حق كبير جدا في موضوع الحكم معتز ابراهيم، وده ادى انطباع تاني انه بيحصل كده مع النادي الاهلي في القاهره، فما بالك في المغرب هيحصل ايه؟ خصوصا انه تسيمبا برضو يعني تم ترشيحه او تعيينه لمباراه الاياب في المغرب، عنده بعض السوابق مع النادي الاهلي، كما يقال انه دي اخر مباراه ليه وهيعلن اعتزاله، فبالتالي انه يثير الشكوك في يعني لدى جمهور النادي الاهلي وجمهور السوشيال ميديا، ازاي يبقى مستوى التحكيم في افريقيا بهذا الشكل؟ كولر في المؤتمر الفني في المؤتمر الصحفي حتى بعد المباراه اتكلم بشكل كبير عن التحكيم وعن الاخطاء، لان واضح ان هي اثرت في نتيجه المباراه، يعني واضح للعيان انه اثرت في نتيجه المباراه بشكل كبير جدا. دي الجزء الاولاني. الجزئيه الثانيه موضوع كولر وتغيير التاخيرات. كولر اتكلم كتير امبارح في نقاط كتير، لانه بص هو كان متعصب جدا لانه نتيجه المباراه ما طلعتش زي ما هو كان يعني رسمها في دماغه، لانه جون الوداد بيتكلم في الدقيقه 85، فبالتالي انه مش دي النتيجه اللي النادي الاهلي كان يبغاها من المباراه، مش دي النتيجه اللي كولر كان بيلعب عليها، فبالتالي انه اتكلم كتير لانه حتى طب ساب نص الملعب كده ليه؟ جزء التغييرات اللي كولر يعني الناس كلها بتعتب عليه، خلينا نقول انه الوداد ما جابش الجون بتاعه، كان كل الجمهور هيشيد بكولر، صح ولا لا؟
فبالتالي ان هي كره القدم كده فيها متغيرات. هو كمدير فني شايف انه ال11 اللي في الملعب هم افضل 11 بالنسبه له، او ان اللعيبه بتؤدي بشكل يعني بشكل جيد، وده اللي حصل يعني على مدار المباراه. يعني قبل هدف الوداد انه كانت التشكيله اللي موجوده تشكيله النادي الاهلي ال11 ما اتغيروش، وكانوا بيأدوا بشكل كبير جدا، والنادي الاهلي سجل جونين واهدر فرص كثيره جدا، والحكم تغاضى عن ضربتين جزاء. فبالتالي انه الطريقه اللي كان بيلعب بها او التشكيله كانت بتساعد كولر على تحقيق النتيجه الايجابيه. احنا شفنا حتى ماتش الذهاب بتاع مانشستر سيتي وريال مدريد انه مانشستر سيتي لعب الماتش كله بال11 لاعب ما غيرش ولا تغيير. أيه. فبالتالي ما حدش قال انه جوارديولا ما غيرش، فبالتالي السيتي تعادل او اتغلب من ريال مدريد. يعني التغييرات دي حسب رؤيه المدير الفني، ممكن يعمل تغييره تقلب الماتش، زي ما يعني مدرب الوداد عمل تغييره قلبت الماتش جاب الجون، وفي المقابل الكولر تاخر في تغييرات، هو شايف انه ال11 اللي موجودين خلاص بيؤدوا الغرض اللي بيتكلم عنه او اللي النادي الاهلي عايزه من المباراه، كسبان المباراه بتضيعي فرص ضغط على الوداد المغربي ماسكه الملعب، فشايف انه تغييراته مش لازم يعمل تغييرات دلوقتي يعني. بس الناس بتحسب انه التغييرات هي الهدف منها ان انا لازم اعمل تغييرات، ما ممكن التغيير اللي تنزل ما تحققليش الطلب اللي انا عايزه، ممكن ما تؤديش بشكل مميز، يكون اللي في الموجود في الملعب هو افضل من على دكه البدلاء. فبالتالي هي يعني اراء، لو انت شلت الجون بتاع الوداد لو ما جاش كانت الناس كلها هتشيد بكولر وعبقريه كولر وفكر كولر انه ما غيرش، فبالتالي ان الاهلي خرج ب 2-0، ولكن ان النتيجه خرجت 2-1 لازم الناس تتكلم في سلبيات، نبدا نتكلم في حكم، نبدا نتكلم في ان كولر اخر تغييراته كان ممكن يعمل اي تغييرات. ولكن حتى بعد التغييرات ما شفناش اختلاف في شكل النادي الاهلي، يعني التغييرات اللي نزلت الملعب ما شفناش تغييرات. وبعدين يعني حتى الخط الامامي كله كان متالق امبارح، سواء كهربا او حسين الشحات او بيرسي تاو، يعني على مدار الفتره اللي لعبوها كانوا متالقين، بيرسي سجل وكهربا سجل وحسين الشحات صنع الجولين، نص الملعب حمدي فتحي ومروان عطيه وديانج كانوا عاملين ماتش ممتاز جدا، الى حين قرر لاعبو النادي الاهلي ان هم يتراجعوا الى الخلف، فبالتالي بدات تظهر المساحات عند لاعبي الوداد، بداوا يبقوا اكثر خطوره على مرمى مصطفى شوبير، وقدروا ان هم يعني يحققوا التارجت اللي هم عايزينه، يسجلوا جون في النادي الاهلي ويقلبوا المباراه تتسهل اكتر على الوداد في المباراه الايام يوم 11. طيب اسمين قلتهم في وسط كلامك كانوا الاكثر اشاده عليهم من قبل امبارح الناس وهي بتتكلم مع بعض، مش لازم بس على السوشيال ميديا. مصطفى شوبير اللي كان قعد فترة طويلة جدا بيتم التشكيك في قدراته، ما كانش طول الوقت الناس راضي عن أدائه، وحسين الشحات امبارح برضو عمل ماتش حلو. بص رقم واحد مصطفى شوبير زي ما بتقول ان جبت حد من الدار للنار، انه يعني شاب صغير ليه 3 أو 4 سنين موجود في النادي الاهلي لا يشارك بصفه يعني مستمره، قد لا يشارك انه محمد الشناوي كان رقم واحد، فبالتالي انه اللي عنده محمد الشناوي مش هيلاعب اي حد تاني يعني. بالاضافه لانه مصطفى شوبير هو ابن الكابتن احمد شوبير، فبالتالي الانتقادات وال يعني الابناء العاملين والكلام اللي احنا كتير ده بنسمعه، فده طبعا اثر كتير جدا. ولكن انه مصطفى شوبير يظهر بالمستوى ده بالامس لا يؤكد انه مش شرط ان هو يكون يعني ابناء عاملين او ابن لاعب سابق ان هو يكون لاعب مش كويس، لا واضح ان هو لاعب كويس جدا، يعني عنده ثقه بنفسه انه لاعب شاب زي ده لما تجيله فرصه انه يحرس مرمى النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا ويظهر بالشكل ده لا. فبالتالي ان احنا مع على موعد مع حارس كبير جدا الفتره القادمه، واحنا يعني الايام اللي فاتت كنا بنقول ان احنا عندنا ازمه في حراس المرمى بعد الشناوي والى اخره، لا واضح ان احنا عندنا يعني اجيال شابه من حراس المرمى جيدين جدا هم يحتاجوا الى الفرصه، اي حد تاني هتجيبيه في الموقف ده، لانه الاهلي كان في ازمه في حراس المرمى، الحارس رقم واحد مصاب، الحارس رقم اثنين يعني مصاب ومش جاهز 100%، فبالتالي انت بتجيب الحارس رقم ثلاثه هو اللي يشارك في مباراه زي دي في حضور 50-60 ألف متفرج بيلعب امام يعني خصم يعني عنيد وعنده خبرات هو الوداد المغربي، انه يظهر بالشكل ده. فبالتالي انه لا تالق واضح لمصطفى شوبير، واعتقد ان دي بدايه ميلاد لمصطفى مع الجمهور، حتى انه كل اللي كان بيهاجم مصطفى الفترات اللي فاتت سواء عشان خاطر والده او عشان خاطر ابناء العاملين او غيره كله بدا الاتجاه يتغير انه لا حارس كويس جدا وانه مستقبل مصر للفترات القادمه. الجزئيه الثانيه حسين الشحات، من فتره كبيره جدا حسين الشحات انه كان في انتقادات كبيره جدا لحسين الشحات، ولكن واضح انه مركز جدا مع النادي الاهلي في دوري الابطال وفي الدوري المحلي حتى في كاس العالم للانديه، ويرجح كافه النادي الاهلي بشكل كبير جدا في المباريات سواء في صناعه الاهداف او في تسجيل الاهداف، وده بيقول لحضرتك انه يعني الجمهور طول الوقت ممكن ياخد فتره ينتقد حسين الشحات بشكل يعني مبالغ فيه، ثم انه يتالق حسين فبالتالي الناس تشيد بحسين الشحات، هي دي الكوره طول الوقت، ما فيش حد يعني يعني طول الوقت انه بيشيد بحد والفتره اللي بعدها لا مكمل، انت هتلعب كويس وهتسجل هتصنع هتساعد فريقك فالناس كلها هتشيد بيك، لا مستواك هيتراجع
الناس كلها هتنتقدك زي اللي حصل مع قفشه. قفشه خد فتره كان رقم واحد في النادي الاهلي او بل رقم واحد يعني في منتخب مصر. الفتره اللي فاتت لما تراجع مستواه يعني وجد انتقادات كتيره جدا من جمهور النادي الاهلي قبل يعني مختلف الجمهور يعني. فبالتالي انه تالق حسين الشحات من فتره مش مباراه الامس بس كانت المفاجاه بالنسبه لنا امبارح كلنا هو تالق مصطفى شوبير طبعا. اكيد. ايه اللي هيحصل يوم الاحد الجاي 11 يونيو ان شاء الله في مركب محمد الخامس في كذا؟ بص ماتش صعب جدا لانه الحضور الجماهيري في مركب محمد الخامس يعني ليه تاثير بشكل كبير جدا في نتيجه المباراه لانه يعني الجمهور هو روح الفريق. الحاجه الثانيه انه الوداد كان عارف نفسه جاي بيعمل ايه في القاهره فبالتالي ان حقق نتيجه ايجابيه وحقق اللي هو عايزه. حتى مدرب الوداد اتكلم بعد المؤتمر الصحفي قال انا سعيد للنتيجه لان احنا جايين مركزين على الهدف ده. لو ما قدرناش نتعادل مع النادي الاهلي فاحنا نقدر نخرج من المباراه يعني خسرين 2-1 او نقدر نسجل جون فبالتالي هيساعدنا في مباراه الاياب. فبالتالي ان الوداد محدد وجهته ولكن القصه في النادي الاهلي. النادي الاهلي عايز ايه من الوداد في مباراه الاياب؟ رقم واحد ان القصه مش مستحيله لان النادي الاهلي في 2006 و2012 كان متعادل في القاهره وقدر يكسب في تونس وقدر يوم الحد يتعادل ولا يفوز ولا طبعا الفوز يرجح كفه الاهلي التعادل يرجح كفه الاهلي. فبالتالي ان النادي الاهلي عنده حلول. النادي الاهلي عنده حلول انه في اول ربع ساعه من المباراه الوداد بكل طاقته وبكل لاعبيه وبكل جمهوره هيبقى هدفه تارجته انه يسجل جون في النادي الاهلي عشان يقدر يسيطر على المباراه. لو النادي الاهلي استغل الفتره دي ان هو يقدر يسجل هو في الوداد الاندفاع اللي هيكون بالظبط الاندفاع الهجومي للوداد وان النادي الاهلي يرد يسجل هدف في الوداد في بدايه المباراه اعتقد هيصعب الامور بشكل كبير جدا على لاعبي الوداد وهيصعب الامور على جمهور الوداد وهيدي ثقه لاعيبه النادي الاهلي ان هم يقدروا يكملوا المباراه وسط ضغط كبير جدا من الجمهور. فبتلاقي النادي الاهلي عنده حلول وعنده لعيبه قادره على المجارات لاعب الوداد والتتويج بالبطولة وعندهم خبرات إفريقية كبيرة جدا بشكل كبير جدا. وعندك النادي الأهلي يعني كل الفريق ما عندكش فيش ولا مركز فيه مشكلة في النادي الأهلي. عندك يعني مهاجمين قادرين على صناعة الفرص وقادرين على تسجيل الأهداف وشفنا الفترات اللي فاتت أنه بيقدروا إن النادي الأهلي يعني شفنا في 2006 النادي الأهلي كل الناس راحت في تونس وقال لك لا الأهلي مش هيعد وقدر يعد وقدر يكسب البطولة. في 2012 نفس القصة قدر يكسب البطولة. ده اللي بتعمله المؤسسات الكبيرة ده اللي بتعمله الناس اللي عندها خطة عمل وخطة تدريب للاعبتها والاستثمار في لاعبيها. احنا منورتنا وشرفتنا محمد المهدي الناقد الرياضي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. مشاهدينا كنت موجودة معاكم النهاردة أنا وزميلتي هالة الحولاوي على مدار 3 ساعات كنت معاكم من الشرقاوي. خلصت حلقتنا النهاردة ونشوفكم بكرة في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.